الأهلي يقترب من الحصول على التاسعة الإفريقية بفوز مستحق على الترجي التونسي بثلاث أهداف لهدف. الأهلي لأول مرة على برج العرب يهزم الترجي بهدف بثلاث أهداف، ومش بهدفين ولا بهدف، يهزم الترجي للمرة الأولى على استاد برج العرب والمرة الرابعة داخل مصر بعد فوزين في استاد القاهرة وفوز في السويس وفوز كمان على برج العرب. الأهلي يقترب بشدة من التاسعة الإفريقية الأميرة الإفريقية لأول مرة من حوالي 20 سنة أو 25 سنة. يتم احتساب ثلاث ضربات جزاء في مباراة نهائية جمعت ما بين الأهلي والترجي في النهائيات بشكل عام. المباراة الأولى انتهت على خير، لكن يبقى المباراة الأهم والمنتظرة والختامية ما بين الأهلي والترجي. الترجي يخسر من الأهلي 1-3، ويخسر فرانك كوم، ويخسر شمس الدين زوادي في لقاء العودة. الفار بينتصر للأهلي بعد سلسلة من القرارات وسلسلة من الجدل والشد والجذب تحكيميا، لكن الفار يحكم أو يحسم الموقف. جمال الشريف لك منا كل التحية والتقدير، لكن عزيزي جمال الشريف خليك في موضوعك وخليك في تحكيمك. اللي ما حكمش أو اللي ما حسبش كورة وليد أزارو في نهائي دوري أبطال إفريقيا السنة اللي فاتت بسهولة جدا جدا، يقول على كرة حكمها الفار وحكمها ثلاثة من السنغال وواحد من جامبيا وواحد كمان من الجزائر أو اثنين من الجزائر وحكم من الجابون الحكم الرابع، لكن جمال الشريف له رأي آخر دائما وأبدا مع النادي الأهلي. احسب اللي انت عايزه وما تحسبش اللي انت عايزه محليا إفريقيا. على العموم المباراة انتهت وتبقى 90 دقيقة هي الأهم في المشوار الإفريقي موسم 2018. مبروك كابتن، كانت عصيبة جدا، مضغوطة جدا، وكل حاجة فيها فنيا هنستعرضها مع حضراتكم. اتفضل يا كابتن شريف. مبروك يا كابتن، مبروك كباتن. بعضد نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس يعني جمال الشريف عليهم ضغط نفسي برضو، يعني الترابيزة كلها توانسة على ما اعرفش ايه، والتحكم هناك في الاستوديو ده احنا عارفينه الحقيقة. انا بس يعني زعلان من الكابتن المصري اللي هو قاعد كان بيحلل معاهم، انه بيقول لا انا هتركها للحكم. قول رايك، ما تخافش، قول رايك. انت الفنانه الحمراء دي ليه؟ لا انا مش شايف، انا اسيبها للحكم. يعني ادي رايك انت، دي رايك. دي التيشيرت الاحمر ده ليه كتير قوي عندك، يعني حتى لو انت شاكك فيها حتى لابد انك تقول انها ضربه كده. اعلم سيادتكم اعلم حضراتكم حاجه ايها الاستوديو العالمي، عندما يكون هذا اللاعب في هذا الموقف ويملك الكره ويواجه حارس المرمى، اي لمسه، اي احتكاك، اي حاجه، ضرب الجزاء يا كابتن. انا بتكلم على الاولى، ده ابسط شيء اللي انتم بتقولوا لا مش ضرب الجزاء وعاملين لنا افلام وعاملين لنا حاجه. لا احنا نعرف نرد عليكم كويس قوي، احنا لعبنا كوره وكوره عالميه، انتوا يا دوبك لعبتوا كده كورتين ثلاثه في نص الملعب، انما احنا يا كباتن قابلنا لاعيبه تهد جبال، لعبنا المحترفين ايام ما كان ما فيش احتراف بره، لعبناهم في نواديهم احنا يا كباتن. بص الايد يا كابتن، بس بص الايد اللي انت بتشرحها ايه؟ بص ايد معز الدين بن شرفيه، ده غير الراجل اللي هياخده يا كابتن، ان هو جاي حتى لو راح ما لمسوش، رايح ياخد الكوره، الراجل الباك جاي تاني طلقه فيه منيمه في الارض. كل ده هم مش شايفينه يا كابتن سيد. لا احنا شايفينه كويس، احنا شايفين هذا الراجل. جمال الشريف ده كابتن، جمال الشريف ده مش ده بيقعد على اني قهوه، ده انا مش فاهم. يمكن جمال الشريف السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت في لقطه وليد ازارو مع مدافع الوداد المغربي، قال مش ضربه جزاء وهو اللي رايح للمدافع. ضغوط نفسيه عليهم. استنى بس، في لقطه في الدوري الاسباني، اصلا من اعمالكم سلط عليكم، يعني من اعمالكم سلط عليكم، في لقطه في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي حاجه كده، وكان ابو تريكه موجود في الاستوديو، نفس الكره بالظبط، نفس الكره بالظبط، راح قال لك ضربه جزاء وده اسمه تهور. فابو تريكه قال له ما بتفكركش بحاجه الكره ديت، افتكر كده يا ابو تريكه. ده طلع راجل اهو وقال قال حاجه تمسنا برضه. بص قال له مش فاكرك، مش فاكرك. قال له مش فاكرك. خلينا نتكلم بقى في المباراه وانتهى. ما تنساش عمرو السولية اللي انا حاربت عليه. انت 100 100 حاربت لك على اللي هم ما حدش يعرفهم في الملعب، هم اللي هيجيبوا جول. عايز اقول لكم بس يعني بس احمد فتحي يا عيني هو اللي الاصابه بتاعته زعلتني. يلحق ان شاء الله الرحمن. الاهداف كانت لوليد سليمان في الشوط الاول هدف، وفي الدقيقه 54 الهدف الثاني من ركله اواسف عمرو السولية، في الدقيقه 58 من الشوط الثاني، وختاما 76 الدقيقه كانت موعد مع الهدف الثالث لوليد سليمان، وكان يوسف البليلي احرز الهدف الدقيقه 64 من ركله جزاء. بلال مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيد، مبروك للنادي الاهلي. شدينا برضو جدا بصراحه. احنا مشدودين، احنا لسه الماتش ما خلصش. الفرجه على الماتش صعبه جدا، انا مستعجل الماتش اللي هناك. صعبه جدا الفرجه على الماتش، صعبه جدا. لعب اسهل، احنا الاربعه لعبنا النهارده وانت احنا كسبنا ازاي يعني. الحمد لله طبعا. مبروك النادي الاهلي، جمهوره ومجلس ادارته ولاعيبته وكل محبين النادي الاهلي في كل مكان. مباراه صعبه، وده شوط اول يا كابتن، يعني برضو ده شوط اول
مش شوط تاني ولا حاجه، ده شوط اول بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، واكيد لعيبه النادي الاهلي مدركه الكلام ده. النهارده يوم فرحه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، طبعا من حق جمهور النادي الاهلي يفرح في كل مكان. ماتش كان او مباراه كانت صعبه جدا يا كابتن سيد، بتلعب فرقه كبيره جدا، فرقه ثقيله عندها اسماء كبيره. النهارده لما ضغطت في اوقات كتير يا كابتن، زي ما اتكلمنا احنا قبل في الاستوديو قبل المباراه، قلنا النادي الاهلي سلاحه النهارده هو الضغط على فرقه الترجي. انت كان هو ده السلاح الاكبر بالنسبه لك. قلنا برده ان المدافعين اللي موجودين بتوع الترجي هم اسوا خط بالنسبه لهم. النهارده كل يعني كل الاثنين فنالتي اللي اتحسبوا، اثنين ضرب لخطوط الدفاع، وليد ازارو الاولى اللي اتلعبت بينها كابتن سيد راح وحط، وكان يقدر كمان لو فضلك فرد واحد يا كابتن، بتلعب بفرد واحد، نلعب وليد سنان وفرد واحد الصريح يعني، لكن في اسباب الصريح الناس تيجي من تحت الدعم اللي بيحصل. خلي بالك احنا رحنا على الماتش اربع مرات ولا خمس مرات، سجلنا ثلاث اهداف فيهم. صح، بقول لك هم بيلعبوا بثلاث فراوده. صح، كمل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. فعايز اقول ان خط الدفاع فيهم يا كابتن سيد يعني هو كان اسوء الخطوط، وده واضح جدا في الملعب. عايز تقول حاجه؟ في يحكم بس قول يا قول قول يا باشا. حد عز عليا بعت لي رساله بيقول لي قول لي كابتن شريف انت راهنت على عمرو السليه، بس بالنسبه للحلم بتاعك بتاع فتحي جاي. جناوي يا عم ابوش ايدك خلاص يا عم، جاب قلنا حاجات وجات صح. قاعدين لي انا بقى فتحي يتعور في انت جاي لي انا بقى. واحد صاحبي عز عليا جدا والله اللي في حكم قال لي طب بالنسبه هو راهن على السوليه، طب والحلم بتاع فتحي يقول فيه هشام الجرح بعد لا ده كان كابوس هشام الجرح اول حاجه عملها بقى كابوس. هل اخبار احمد فتحي ايه من الحلم؟ كان الحلم انه بيتعور. سمير عكاشه مطلب جماهير بس، بعت لك حاجه بعد اذنك لو سمحت دلوقتي، بعد اذنك ما تقعدش اكتر من دقيقه وتتعرض، بعد اذنك حالا. اتفضل يا كابتن وليد. فطبعا فقدرنا ان احنا نضرب خطوط الدفاع بتاعتهم، واحنا اتكلمنا برضو عن الكرات العرضيه وكان هدف، وده هدف السوليه، واتكلمنا ان السوليه ده ممكن يكون، والكابتن شريف يمكن قال قبل المباراه السوليه ممكن يبقى الحلول في المباراه، والنهارده وضحت حلوله كابتن بالزياده او التكمله داخل ال 18، وهو كمان بيجيد الحته دي بشكل كويس. الكره اللي شاطها وراح حمودي لعبها في بليتشنج راح مطلعها برضه، تصويبات الذاكره بترجع ريفريش طبعا اهو بنقرب من خط ال 18 طبعا اكيد اكيد يعني. فالحمد لله قدرنا ان احنا ننتصر بشكل كويس النهارده كابتن سيد. في 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 بعض المشاكل داخل الملعب ممكن تتحل المباراه اللي جايه، برضه النادي الاهلي معذور عنده اصابات كتيره جدا النهارده، الراجل برضه بيلعب يتصاب فتحي في بدايه اللقاء، وليد سليمان برضو يتعور ياخد واحده في دماغه في بدايه اللقاء برضو، دي خد بالك حاجات نفسيه تاثر بعض اللعيبه طبعا. اللي حسب او اللي اقر وصمم ان دي مش ركله جزاء في موسم 2017 في نهائي دوري الابطال الافريقي زي النهارده، يعني شفت الراجل ده قبل كده زي النهارده اللي هو كابتن جمال الشريف اقر وقال او مش اقر، كان له وجهه نظر ان دي مش ضربة جزاء، نفس اللعبة كانت في الدوري الأسباني أو الدوري الإنجليزي قال عليها ركلة جزاء. أنت أي حاجة معانا مش هتقول ركلة جزاء خالص يا كابتن جمال. صباح الفل عليك. تحكيم انتشر يا جدعان، اتفضل يا بلال. لا ده الفار انتصر للأهلي. النهارده الفار لما بيبقى فيه عدالة تحكيمية، النهارده ما احنا قلنا قبل المباراة كابتن سيد الترجي وصل للدور النهائي وهو لا يستحق، كان أول أغسطس كان افضل وكان ليه هدف واتلغى، وكنا بنقول الاولى الفار يكون موجود في قبل النهائي. النهارده الاهلي الفار بينتصر للاهلي. دي بتاعت ان رامو يعني ما يعني مش عايزين نرجع لها، كل ماتش وله ظروفه. لا يعني ده مش بايده دي يا كابتن. لا ارجع ارجع ارجع. اتفضل يا كابتن. اتفضل بلال بس بيستاذنك يكمل. اتفضل يا كابتن بلال. لا خليه ياخد يكمل. لا اتفضل اتفضل يا بولد. بس فعايز اقول لك ان احنا النهارده يعني قدرت اللعيبه النهارده برضو، انت خد بالك في بعض الاوقات بتبقى محتاج الخبرات اللي موجوده عندك في الملعب. يعني مش في كل الاوقات بيحسم الامر المدير الفني او التكتيك اللي بيحط المدير الفني، في بعض الاوقات بتبقى محتاج بعض الخبرات داخل الملعب، هي دي بتبقى الحلول بالنسبه لك. النهارده برضو الخبرات اللي موجوده عند وليد سليمان، اللي موجوده عند عمرو السوليه، النهارده اللي موجوده برضو عند وليد ازارو، قدرت تحل مواقف كتيره جدا داخل الملعب النهارده، قدرت تخليك تطلع النهارده تخرج النهارده كسبان. يعني انا كنت اتمنى يعني طريقه اللعب تبقى يعني متغيره عن كده شويه، ولكن يعني الحمد لله المباراه مشت بالشكل اللي احنا عايزينه، قدرنا نسجل ثلاث اهداف، كان لينا هدف ثاني كان ممكن وليد سليمان لو في بعض من جزء من يعني بعض من التوفيق الكره اللي اتلعبت في العارضه كان ممكن ده يكون هدف رابع ويقتل الامال كلها في المباراه اللي موجوده هناك. ولكن انا بحيي لعيبه النادي الاهلي النهارده رجاله، لعيب النهارده لما بتلعب قدام فرقه زي كده برده يا كابتن سيد يعني بتبقى برده قلقان شويه، يعني بتبقى برده عندك شويه توتر يا كابتن. لعيبه فرقه مكتمله ما عندهمش غير عنصر واحد بس هو اللي غايب، عنصر مهم ولكن عنصر واحد، انت النهارده عندك غيابات كثيره داخل النادي الاهلي، وده شيء ياثر نفسيا على المدير الفني وعلى اداء اللعيبه داخل الملعب بشكل كبير يعني. لكن النهارده الروح اللي كانت موجوده على اللعيبه ممكن الفنيات
ما تكونش كانت عاليه النهارده جدا، وده وارد جدا في كره القدم في النهائيات، النهائيات وارد جدا ان الفنيات ما تكونش عاليه قوي، ولكن الروح لازم تبقى موجوده، وده اللي كان موجود النهارده. طب خليني اقول لك بمناسبه الغيابات، انت عارف الاهلي غايب عنه عن مواجهه الترجي بتاعت السنه اللي فاتت كام لعيب؟ يعني شريف اكرامي كان بيلعب السنه اللي فاتت، اوكي؟ وعبد الله السعيد وكان... لا خد من السردباكات الاول وكان عندك رامي ربيعه موجود، وكان عندك علي معلول موجود، وكان عندك عبد الله السعيد موجود، وكان عندك اجاييه صح موجود. يعني انت بتتكلم في حوالي خمس ست لعيبه مش موجودين السنه اللي فاتت، اساسيين 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 صح. يعني لعيبه مؤثره. الترجي غايب منه مين عن السنه اللي فاتت؟ يعني ايمن محمد اللي هو مميز جدا السنه دي ما كانش موجود اصلا السنه اللي فاتت، اوكي؟ غايب منه بس يمكن فخر الدين بن يوسف، وما كانش بادئ لا الماتش اللي هنا ولا الماتش اللي هناك، تخيل. يعني ما كانش بادئ اساسا، هو تم احترافه او احترف في السعوديه لكن ما كانش بادئ. كان بيلعب انيس البدري اللي ايمن اشرف النهارده عمل عليه جيم رائع، انا ما حسيتش بيه خالص انيس البدري، ما حسيتش بيه نهائي نهائي. وكان بيلعب يمكن البلاي السنه اللي فاتت ما كانش موجود، كان موجود سعد بكير كان هو اللي بياخد بشكل اساسي. يعني غيابات الترجي اقل كتير جدا من غيابات الاهلي السنه اللي فاتت. صح كمل يا اكيد طبعا. فعايز اقول لك ان برضو الغيابات دي بتبقى مؤثره بشكل كبير. يعني النهارده يا كابتن لما يبقى عندك اجاي مش موجود النهارده، احمد فتحي بيتعور من بدايه اللقاء، وليد سليمان بياخد كوع النهارده في دماغه وبيتعور النهارده، عوده برده السوليه من بعد الاصابه، من اصابه كبيره جدا بالنسبه له النهارده. خط الهجوم اللي انت بتعتمد عليه بشكل كبير جدا يمكن 90% منه مش موجود. يعني النهارده اهم خط بالنسبه لك هو الخط الامامي، النهارده الخط الامامي موجود فيه وليد ازارو ووليد سليمان بس، الاثنين التانيين بيلعبوا يعني ما كانوش بيلعبوا بشكل اساسي في النادي الاهلي. فالنهارده برده الخط الامامي بالنسبه لك اللي بتعتمد عليه بشكل كبير النهارده 90% 50% منه مش موجود. فالنهارده غياباتك كتيره جدا، ولكن في بعض الاوقات بتبقى الروح هي اللي غالبه عن الاداء الفني. يعني وده اللي حصل النهارده في المباراه بتاعت النهارده، انك انت روحك كانت عاليه قوي، وزي ما اتفقنا ان في المباراه النهائيه ممكن ما يبقاش الفنيات بتصل لدرجه كبيره، يعني الفنيات بيبقى غايبه شويه. فرص قليله قوي هنا وهنا. نعم؟ فرص قليله قوي هنا وهنا. النهارده زي ما شفنا حتى عند الترجي كمان الفنيات مش موجوده، التاكتكس هو اللي بتبقى غالب عليه المباريات دي، عشان كده النهارده احنا بنبارك لعيبه النادي الاهلي طبعا الروح القتاليه اللي كانوا موجودين عليها النهارده. عندنا ماتش صعب جدا جدا هناك، حتى يعني النتيجه برده مش عايز اقول النتيجه كبيره، لا النتيجه برده الحمد لله مطلوبه، ولكن بالظبط احنا بندور برده عن هدف. هم عندهم غيابات غيابات المباراه اللي جايه لصالح النادي الاهلي، بس ان شاء الله الامور تبقى افضل من كده باذن الله. مبروك كابتن اسامه. الف مبروك يا كابتن سيد، وبنبارك لكل جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. النهارده بان يعني معدن او دور الجمهور النهارده في المباراه. والنهارده انت في بدايه المباراه حتى في اخر المباراه شفنا الجماهير وهي بتشجع والحماس اللي بتدي للاعيبه، الروح اللي كابتن بلال بيتكلم عليها وكابتن شريف. النهارده مباراه كفنيا مش عاليه جدا، يعني ما استمتعناش بمباراه فنيا، لكن النهارده كانت الروح القتاليه والرجوله من لعيبه النادي الاهلي. بنشوف النهارده وليد سليمان دماغه بتتفتح وبينزل وبيكمل وعنده الروح والاصرار والعزيمه، بيقاتل في 90 دقيقه. شفنا النهارده حسام عاشور وعمرو السوليه ما شاء الله رجاله في نص الملعب بيقاتلوا، حتى احمد حمودي النهارده في الوقت اللي هو لعب فيه كان برضه يعني صنع الهدف الاولاني لوليد ازارو اللي جه منه ضربه الجزاء، كان بيقاتل برضه. حتى التغييرات اللي نزلت ميدو جابر كان ليه دور برضه، قفل مع ايمن اشرف واعتمد على الانطلاقات سعد سمير وكلوبالي واحمد فتحي في الوقت حتى لعب فيه. النهارده محمد هاني دخوله كان مميز، محمد هاني النهارده يعني احمد فتحي وظروف الاصابه في وقت صعب في بدايه المباراه، لكن كان مجهز نفسه دخل دخول كويس. النهارده قفل على يوسف البلايلي اخطر واحد في فرقه الترجي، ايمن اشرف ما شاء الله برده كان هايل النهارده فعلا. يعني اللعيبه كلها يعني تستحق التحيه، لعيبه كلها رجاله كانت على قدر المسؤوليه، وبنحيي طبعا جمهور النادي الاهلي. لكن احنا بنبارك على الشوط الاولاني كسبناه 3-1، لسه في شوط ثاني هيبقى صعب جدا هناك في تونس. احنا بنقول للعيبه النادي الاهلي مبروك لما ان شاء الله النادي الاهلي بيشيل الكاس في رادس طبعا. من هنا ان شاء الله لمباراه رادس، مش عايزين بقى نغبه رادس ملعبنا، لا ده احنا خلاص احنا يعني احنا رايحين هناك من اول المباراه بنقاتل علشان نبحث عن هدف نخلص بيه المباراه هناك. لكن النهارده اللعيبه كلها كانت على قدر المسؤوليه، وليد سليمان ما شاء الله النهارده عليه يعني نجم المباراه الاول في ضربة الجزاء الأولى وهو داخل، يعني برضو جماهير في توقيت صعب. اديني أعصابك أنت. أعصابك. وأنت بتشوف ضربة جزاء دي يا سلام. في التوقيت ده أعصابك نهائي. أعصابك نهائي. صعب جدا. وأنت ويحط واحدة في العارضة ما شاء الله. أقول لك على حاجة. ده كمان الأصعب يا كابتن شريف. والراجل ده برضو ربنا يوفقه هناك هيبقى السوبر بلاير بتاع البطولة ويتوج بقى الراجل. كلمة بسيطة لمنتخب مصر، ها هو وليد سليمان. اتفضل يا كابتن. أنا نفسي بقى النهاردة الأهلي إن شاء الله يتوج برادس. دايما البطولات الجماعيه او اللقب الجماعي بيجيب الالقاب الفرديه،
ان شاء الله لما الاهلي يتوج في رادس ان شاء الله تقدر بقى تشوف وليد سليمان. يعني دي من ضمن الاهداف اللعيبه لازم تحطها، شوف الوليد سليمان افضل لاعب في افريقيا، النادي الاهلي افضل نادي، تبدا تاخد الالقاب الفرديه، فده لازم يبقى هدف من دلوقتي. لازم التجهيز ان شاء الله النهارده انت ترجع بقى، يعني اللعيبه ترجع القاهره تبدا تستعد للمباراه من بكره، او بكره تاخد اجازه وتبدا تستعد وتحضر للمباراه الثانيه اللي هتبقى صعبه جدا. لكن النهارده انا برضو يعني مبسوط، النتيجه طبعا مش كبيره زي ما احنا قلنا 3-1 مش نتيجه كبيره، ان انا ممكن يبقى عندي مريح شويه، لا نتيجه برضو يعني كل النتائج لازم تهتم بيها. النتائج 2-0 3-1 4-1 يبقى بس، ما انت كنت كسبان 2-0 وكنت قلقان هناك جدا، يبقى احداث اللقاء هناك بقى وتركيزك لكن انا النهارده مبسوط برضو. النهارده فرانك كوم خد الانذار الثاني، فرانك كوم النهارده في نص الملعب يا كابتن شريف، بلاي يمكن ما يلعبش كمان، انا شايفه الاصابه لا بس انا بتكلم عن فرانك كوم في نص الملعب، يعني دبابه بشريه متحركه، دبابه ابن لذينة ما عندوش رقبه بس ايه فظيع بيجري في كل الاتجاهات عامل كده كميه الجري، شفت الضغط عليهم بيعملهم بيفقدهم ما بيفكروش بيضطروا يطفشوا، بس هم عندهم محطات هجوميه هي 10 على 10 كينيسي ده لعيب مش سهل، بيلعبوا ال1 2 بال3 بالتحركات جوه ال 18 عندنا من اول 10 دقائق ادونا انذار، فالكلام ده هنشوفه هناك ان شاء الله. عايزين من الجلد اللعيبه بتاعتنا انها تذاكر برضو اللي حصل هنا، ملعب هناك احلى كتير، وانا بكرر لك الارض في برج العرب مش زي الارض في رادس، الارض في رادس بتبقى املس شويه اسرع شويه اسرع شويه اسرع شويه حريتك في الجري في التعب ده التقل اللي هو في السمنات الرجل ده موجود في برج العرب شويه. طيب خليني اقول لكم بقى، يعني خليني اقول لكم البطوله لسه ما خلصتش، والمباراه الثانيه اهم كتير جدا من المباراه الاولى، وهتبقى اصعب بكتير جدا، وانا من مقعدي هذا بناشد الاتحاد الافريقي اختيارك لازم يكون في حكم مهم جدا ومميز جدا وعنده شخصيه كبيره جدا 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 وقويه جدا جدا، وسيبكم من جمال الشريف مش هيقول غير كده، يعني هو جمال الشريف لسان حاله بيقول لك يعني هي جت عليا، ما انتوا في مصر كده برضو المحللين بيقولوا كل على كل الكرات اللي موجوده في مصر، ما جاتش عليا، يعني السنه اللي فاتت يقول مش بينالتي والسنه دي يقول مش بينالتي، لكن على الاتحاد الافريقي يفهم كويس قوي ان مباراه الاهلي مع الترجي في رادس هتكون صعبه، فلابد من حكام مميزين جدا داخل الملعب، وحتى في الفار نفسه لازم يكون حكام مميزين جدا جدا. كلامي كل لعيبه الاهلي والجهاز الفني المباراه وكل الجماهير المصريه، المباراه ما خلصتش والبطوله ما خلصتش، لسه في شوط اصعب بكتير من اللي كان هنا، اللي هنواجهه في رادس اصعب بكتير جدا من اللي تعاملنا هناك او اللي تعاملنا بيه هنا في برج العرب. كابتن شريف، كابتن بلال، كابتن اسامه، عندك حاجه هتعرضها؟ هنروح يعني ولا واحنا بنتكلم ولا ايه؟ طيب نشوف فرحه الاهلي او سعاده الاهلي المؤقته او ال 50% من البطوله اللي قطعوا النادي الاهلي، ولسه في 50% ثانيه في نادي الاهلي بالجزيره، ونرجع لكم من جديد. شكرا لك يا زميل عزيز سيد عبد الحفيظ، وشكرا موصول لكل ضيوفك ومتابع شاشه النادي الاهلي. انتهت المباراه بالتاكيد بفوز مستحق للنادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، يمكن من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وحاله من الفرح والسرور هدم احد الاعضاء. مبروك. الله يبارك فيك، بقول مبروك للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. ماتش كان صعب جدا، والحمد لله البلن اللي جه ده اثر شويه، بس الحمد لله احنا جبنا الجون الثالث، وان شاء الله ان شاء الله هنكسب هناك باذن الله. كنت متوقع هذه النتيجه بصراحه؟ والله كنت متوقع 2-0 بس 3-1 برضه مش بطال كويس الحمد لله. وانت ايه رايك النهارده في هذه المباراه؟ لا وليد سليمان عمل شغل جامد قوي والله، يعني مش عارفين نشكره ازاي اصلا. وليد سليمان طبعا نجم اللقاء، وهو بقى له فتره مستواه ممتاز الحمد لله. اكيد بشكرك. رايك ايه النهارده في هذه المباراه بصراحه؟ حاسب بس انت بصراحه مباراه تكتيكيه عاليه من المدربين الاثنين بتاع فريق الترجي وفريق النادي الاهلي، بس احنا ان شاء الله باذن الله بنقول يا رب هناك الفوز في رادس، بس احنا لازم ما نكونش برضه مطمنين، او في المقوله اللي هي دايما احنا نكسب في رادس، ماتش صعب، فرقه الترجي فرقه قويه برضه مش ضعيفه، وان شاء الله نحقق الفوز هناك باذن الله. اشكرك. انا رايك كيف المباراه؟ الحمد لله على كل شيء اللي خلصت، بس جون اللي هو جه دوت لازم نعمل حساب ليه جامد قوي قوي قوي، لان فرصتنا ان شاء الله باذن الله هنحافظ الاول ما يخشش فينا جوان، وان شاء الله باي نتيجه هنعدي باذن الله. نجم المباراه مين من وجهه نظرك؟ النهارده وليد سليمان طبعا، كابتن وليد سليمان بصراحه هو نجم الماتش، هو اللي فرحنا، وان شاء الله الماتش الجاي برضه يفرحنا باذن الله، وناخد البطوله باذن الله ان شاء الله. انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الاهلي حديد وبطولة افريقيا في مصر والتاسعة يا اهلي، وربنا يبارك في وليد ازارو
وليد سليمان ويحيى الاهلي اللي بيفرح شعب مصر. اكيد انت كاهلاوي تقول ايه النهارده؟ الحمد لله الف مبروك على الفوز طبعا، وان شاء الله هنحتفل في رادس ان شاء الله على ملعبنا الثاني، يعني احنا واثقين في اللعيبه ان شاء الله. احنا ملعبين ملعب مصر ملعب ما يفرقش معايا ذهاب وعوده، احنا هناك ملعبنا على طول. اكيد قول الف مبروك للاهلي وان شاء الله التاسعه يا اهلي، والماتش اللي هناك هيبقى صعب عشان احنا بنلاعب رقم 2 في افريقيا، الاهلي المصنف الاول الكبير كبير، والترجي رقم 2، مش بنلعب الفريق رقم 15. اكيد قول عايز ايه. انا عايز اقول ان ملعب رادس مش زي زمان، احنا عايزين ملعب رادس نكون رجاله زي ما كنا رجاله النهارده. ضروري نكون رجاله، ما نحطش في دماغنا ان ملعب رادس بتاعنا، لا عايزين نبقى رجاله زي النهارده، عايزين ثلاثه هناك تاني. اكيد عايز تقول ايه النهارده؟ عايز اقول مبروك للاهلي ان شاء الله باذن الله الكاس بتاعنا، احنا الاهلي، الاهلي فوق الجميع. وعايز اقول لها اهو تعالي قول لهم حاجه، كنت متوقع النهارده كنت متوقع ان الاهلي يكسب. والله اقول لك 3-1، انا كنت متوقع 3-1 وقلت 3-1 الجماعه عاديين وهنروح نكسب هناك. خلي بالك كابتن سيد عبد الحفيظ عمل تصويت لكل مشجعي النادي الاهلي اللي يتوقع المباراه ليه 3 تيشيرتات، مبروك ليك 3 تيشيرتات. الله عليك. انا توقعت 3-1 اهلي وهنكسب هناك 2-1 اهلي. مبروك الله يبارك فيك. شكرا. عايز تقول النهارده؟ بس بقى انا اصلا جاي من امريكا مخصوص عشان اتفرج على الماتش ده، وبقول لحبايبي كلهم اللي في لوس انجلوس جورج بيمسي عليكم، والاهلي ان شاء الله ان شاء الله الجمعه الجايه هنكون هنا وهنكسب والكاس هيكون معانا وكلنا مش هننام الليل. وعايزين الكابتن بيبو يبقى رئيس البعثه هناك عشان هو اللي يجيب الكاس ويجي بيه. وبيبو انت يا بيبو حبيبي، عشان كده انا اسمي جورج بيبو. بص التسعه يا اهلي يمكن مشاعير اهلي اكيد اهلي يمكن حاله من الفرح والسرور والسعاده، يمكن اهلي فوق اكيد مشاعر مختلفه ويمكن لسه مستمرين كمان في الهتافات والكلام الكبير. يمكن الاهلي النهارده فرح جماهيره، فرح اعضائه، فرح الوطن العربي كعادته. الاهلي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا يتفوق على الترجي ان شاء الله يرجع بالكاس من رادس. مبروك للاهلي. شكرا لك الكلمه زميل عزيز سيد عبد الحفيظ بكل جديد اول باول. شكرا. كرني في الكرة هو ناديا وعيش واموت علشانه دايما مكانه. لا 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 ورخمه وعنيده ودم دم هنا ودم هنا، خليل شمام دمه بينزف، وليد سليمان دمه بينزف، وحمودي كمان داخ شويه. محمود انا مش عارف قال للحكم ايه فعلا. الحكم هو نازل الراجل، فممكن الحكم يقول له ايه انت كويس؟ يقول له انا دايخ. طب اطلع رايح، اطلع رايح شويه حمودي. يلا انا مزغلل اه. عايز اقول لكم قيمه وليد سليمان. وليد سليمان البطوله دي ان شاء الله الرحمن تتكتب باسمه باذن الله مع باقي اللعيبه، واحمد فتحي يرجع ان شاء الله الرحمن، وكمان حسام عاشور والناس كلها. لكن قيمه وليد سليمان بتظهر النهارده، 2 او هدفين واسيست النهارده للهدف بتاع عمرو سليمان هو اللي عامله. واللي يقول النهارده ان وليد ازارو مش كويس، اقول له نوعيه وليد ازارو ما جاتش مصر قبل كده، الصنف ده ما تعرضش عليا في مصر قبل كده، الصنف المشاغب المشاكس الملتحم المنفعل الحماسي اللي كل حاجه ده هو، وانت بتقول عليه مش موجود. جاب 2 بنالتي، يعني متسبب في 2 بنالتي. عندك حاجه؟ طب والحاوي هيفضل حاوي؟ هعرض لكم حاجتين، اصل كده ينفع وكده ينفع، مفيش مشكله اطلاقا ما بين دي وما بين دي، طالما انا عايز اوجه الموضوع لراي معين او اتجاه معين، يعني نفس الكوره بنفس المعايير بنفس الشكل بنفس الحركات، بس الفانيلات مختلفه، اقول على دي تنفع واقول على دي مش تنفع. يعني الحته دي انا سمعتها محليا، لكن كمان جديد عليا ان انا اسمعها عربيا وافريقيا. جمال الشريف ما نصفش الاهلي في اي قرار قبل كده خالص، السنه اللي فاتت مع الوداد لو تتذكروا في ذهابا وايابا، حتى
حتى الراجل اللي هو بكاري جسام اللي كان عامل حاجات يعني تنرفز الحجر تنرفز الحجر مش البني ادمين يقول لك ايه انا مش شايف فيه اخطاء خالص رغم ان الدقيقه كانت 86 وعماد متعب مع اجاي رايحين انفراد وحسبها تسلل او طاقم التحكيم قال لك لا مفيش مشكله هو صفر قبل ما تروح يا راجل انت هتشلني طب شوف اللقطتين دول عشان تعرفوا التوجيهات بتبقى عامله ازاي في الاستوديوهات التحليليه شوف املى شويه امال لو مش متفق معاك ماشي يلا يا سيدي مفيش مشكله بعت لك الحاجه دي مش بعت لك الحاجه دي السنه اللي فاتت الاهلي والوداد في نفس السنه يعني ما عداش عليها مثلا 3 4 سنين فتقول القانون اتغير والحياه اتغيرت واصل انت كنت قديم شويه وانت كنت ايام ما كنا الكرافات عريضه شويه امبارح لسه متفرج على سمير صبري كان لابس كرافات عريضه قوي فالحياه ما اتغيرتش ولا حاجه ده في نفس السنه كان مثلا في شهر 11 وتشيلسي بيلاعب الارسنال بعدها بحوالي شهر ونص ولا شهر يعني لسه بتتكلم السنه ما خلصتش يعني النتيجه ما غيرناهاش 2017 لسه ما وصلتش حتى ل 2018 وتشيلسي بيلاعب الارسنال في الدوري الانجليزي مباراه قمه ومباراه منتظره لكل الجماهير الانجليزيه في كل انحاء انجلترا بل في العالم اجمع وكره وليد ازارو بتتعد كربون من كره تشيلسي مع هازارد ان لم تخن الذاكره برضو يعني كده واحنا بنجمع مع بعض يعني وهعرض لكم الصوره دلوقتي يعني وكانت هتبقى بنالتي وبنالتي اهي اعرض الاثنين في النص بقى يا سمير بقى يعني هات الاثنين في النص يعني فالعمليه هي يعني سبحان الله حتى ده لابس احمر وده لابس ازرق بس العكس كانت في الوداد مع مع الاهلي يعني الاثنين قريبين جدا قريبين هي ده خلي بالك اللي ذكروا ميها مينا كانت سيد ذكروا بقى ابو تريكه وقعد في الاستوديو كان قاعد في مباراه الوداد والاهلي وكابتن جمال الشريف قال لك الكره دي مش ضربه جزاء فبعد ما يعني بعدها بفتره نفس اللعبه وابو تريكه قاعد برضه في الاستوديو قال له فاكر اللعبه دي يا كابتن جمال مش هي دي نفس اللعبه اللي انت بتقول عليها في مباراه الاهلي مش ضربه جزاء النهارده دي ضربه جزاء فيعني الاقاويل بتتغير اللي انا شايف يا كابتن شريف طلعها بره وبعد كده تعامل معاها يا كابتن شريف علينا ضرب جزاء احنا لا رحنا بار ولا رحنا زورنا اي حد والضرب الجزاء ودخلت فينا وكملنا المباراه كابتن جمال الشريف بص بكاميرا الفار النهارده الفار ليه كاميرات خاصه والناس قاعده النهارده من زوايا مختلفه في كاميرات خاصه هو ازاي يحكم على لعبه من كاميرا التلفزيون ده التيشيرت اساسا متقطع بتوريد ازارو طب بصوا الاثنين دي بصوا الاثنين دول اسف يعني ده الاهلي مع الوداد وتشيلسي مع الارسنال ايه الاختلاف ما بين الكورتين دي اتحسبت اللي على اليمين في الدوري الانجليزي اتحسبت لتشيلسي ده هازارد طبعا واتحسبت بنالتي والثانيه ما بين الوداد والاهلي ما اتحسبتش بنالتي لكن الراجل اللي موجود في الاستوديوهات التحليليه العالميه عشان مش عايز يعمل حاجه للاهلي او مش عايز يدي حاجه للاهلي قال لك دي وليد ازارو هو اللي راح للمهاجم وليد ازارو اللي راح للمهاجم لا في تهور ولا في اندفاع ولا في يعني حاجات ممكن تتحسب في القانون هنا لا دي بنالتي وده تهور واندفاع ويستوجب عليه الانذار ارجع يا عم سمير بقى يعني الا تستحون الا تخجلون او تخجلون الا تعقلون الا تفقهون يعني الموضوع بالنسبه لكم اتجاه واحد وخلاص ما فكرني وما قالش حاجه على الجول بتاع اول اغسطس الثالث لا ما قالش حاجه ما جابش سيرته لا ده ايه ده عدى كده مرار الكرامه كان اجازه اليوم ده يعني انتوا في الفاينل معانا كده الحمد لله يعني ربنا هينصرنا عليكم برضه يعني انتوا فاكر ابو خيمه زرقاء ده عادل يا ابني انا عايز اقول لك على حاجه فضل. الجول ده ايه يا كابتن جمال بتاع اول اغسطس الراجل هو اللي راح للكره ولا الكره اللي راحت له ده ضربه ركنيه يا كباتن احنا عايزينك في مصر هنا بقى معانا طيب انت في حد زعلك في حاجه قول لي بس زعلك لا انا بتكلم عايز جمال الشريف ده راجل احنا كلنا بنحبك يا اخي ده انت فخر للعرب كحكم العرب هو الراجل ده بتاع مارادونا ولا في حد تاني لا تاني كان بيقولوا لي حد تاني انا كنت فاكر ان هو ده بتاع مارادونا اقرش كده يمكن اجيب مارادونا اقرش كده يمكن اجيب يعني طيب خلينا نرجع تاني للماتش بقى بدا بلال عشان بلال ساكت بقاله فتره كده يعني خليه معانا بلال الماتش بدا زي ما احنا متوقعين وانا قلت لكم امبارح من ثلاث ايام ومن يومين وامبارح والنهارده قلت لكم الراجل اللي اسمه معين الشعباني مدرب جيد على فكره وقلت لكم هو هتلاقيه منفعل على طول لان هو بيتكلم مع الحكام على طول وقلت لكم ان هو ممكن يكون خد درس من البنزرتي فوزي البنزرتي ودرس من خالد بن يحيى فالنهارده بيلعب لعب يعني دفاعي بحت واعتقد ان ما كانش فيه مساحات خالص
ورا المدافعين ولا ورا الباكين ولا ورا اي مكان في الملعب، يعني مليان الملعب مليان مليان مليان. ويمكن الاهلي باستثناء الثلاث اربع كور اللي راح فيهم مفيش فرص خطيره قوي على مرمى الاهلي ولا على مرمى محمد الشناوي. بص يا كابتن سيد، يعني الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي بص عليها مره ثانيه عباره عن اول حاجه قلنا التحرر، يعني قبل المباراه اتكلمنا عن التحرر واللمسه. علي بن ناصر بتاع مارادونا يا كابتن، هدف مارادونا علي بن ناصر. اتفضل. برضه عربي جنسيته يعني بن ناصر تونسي. طبعا تونسي تقريبا تونسي. اتفضل. قلنا يا كابتن سيد الاهداف هتتسجل او الخطوره بتاعه النادي هتتمثل في اكتر من حاجه. وقلنا التحرر بتاع اللعيبه اللي بتلعب من تحت الفراوده، الثلاث لعيبه اللي موجودين تحت الفراوده، واتكلمنا على احمد حمودي، واتكلمنا على وليد سليمان، واتكلمنا على اسلام محارب. قلنا التحرر بتاعهم هو ده اللي ممكن يخلق فرص للنادي الاهلي. صحيح. وده اللي حصل. الهدف ركله الجزاء الاولى التحرك احمد حمودي لنص الملعب اداله مساحه ان هو يقدر يستلم بحريه، اداله مساحه ان هو يقدر النهارده يبص ويلعب على الجول، يشوف بعينيه التحرك بتاع وليد ازارو. وليد ازارو اتحرك بشكل جيد ورا الاثنين مدافعين، ان هم اسوا حاجه في خط اسوا خط في خطوط نادي الترجي. ده تسجل من خلاله الهدف الاول ركله الجزاء الاولى التحرر. رقم اثنين قلنا برضو اتكلمنا عن الكرات العرضيه، قلنا الكرات العرضيه ان هو التمركز بتاع لعيبه الترجي وخط الدفاع سيء جدا. صحيح. جدا دايما بيبص. صحيح. دايما بيبص على الكوره. انت كمان جون الاتحاد جون الاتحاد بالظبط، دايما بص على الكوره بس ما بصش على اللعيب. النهارده الكوره لما اتلعبت عرضيه وليد سليمان طبيعي جدا، يعني التحرك طبعا بتاع السوليه رائع جدا جدا في ال 18 التكمله بتاعته دي اتكلمنا عليها قبل المباراه. النهارده استلم هو كان لوحده خالص، قدر ان هو يستلم الكره بشكل جيد وقدر ان هو يسجل هدف، وده كان الهدف الثاني. الهدف الثالث برده ركله جزاء، برده كانت ست كره عرضيه، برده كره عرضيه، برده تمركز خاطئ جدا، مراقبه خاطئه جدا من فرقه الترجي. فانت قدرت تسجل اهداف من الاخطاء اللي او من نقاط الضعف اللي انت قدرت تلعب عليها من على فرقه الترجي، ان هم الكرات العرضيه، التحرر بتاع الثلاثه اللي موجودين تحت الفراوده. النهارده وضع طبيعي جدا بالنسبه للترجي انه يقفل الملعب بشكل كويس، وهو فعلا النهارده قفل على النادي الاهلي الملعب بشكل كويس جدا يا كابتن. كان بيلعب بطريقه 4 5 1 النهارده، في اصل الطريقه 4 3 3، وفي اصل الطريقه ان هو بيلعب بيلعب 3 قدام. مين الترجي؟ طبعا طبعا، لكن هو في الحاله الدفاعيه كان بيقلب الطريقه شويه من 4 3 3 ل 4 5 1 ل 4 5 1، كان بس الفرود اللي موجود قدامه والاثنين التانيين اللي بيلعبوا فراوده كانوا بينزلوا يكملوا في نص ملعب، عشان كده النادي الاهلي ما كانش لاقي مساحات يتحرك فيها. لكن الاهلي النهارده بعمليه الضغط في بعض الاوقات كان بيقدر ان هو يغلط فرقه الترجي، يعني شفنا اكتر من كوره الاستلام بتاعهم والتسلل خاطئ، كل يستلم الكوره يطلعها بره يا كابتن، يستلم الكوره يجي يبصيها في الاوت عشان انت بتضغط عليه. هي الفرق دايما الفرق اللي بتجيد اللعب، الفرق اللي عندها مهارات يا كابتن لما بتضغط عليها ما بيقدروش يلعبوا، يعني خلاص عارف بتقرفهم بلغه الكوره، بتزهقهم، بتخليهم ما يقدروش ان هم ما بتديهمش مساحات، بتخليهم دايما التفكير بتاعهم هو انك تشوط الكوره لقدام، وده اللي حصل يمكن في بعض الاوقات في الشوط الاول، لما سيبنا للترجي مساحه ابتدينا نشوف بقى اللعب الدبل باص ال 1 3، ابتدينا نشوف المهارات والامكانيات اللي موجوده عند فرقه الترجي. خدوا كام ضربه ثابته في الماتش؟ خدوا كتير الشوط واخدين الشوط الاولاني والشوط ده، بعد ما غيرنا البنالتي ما خدناش فاول غير مره. صح. ده اداهم على كابتن سيد الضربات الثابته. طب اللي هم الراجل اللي بيسرع ده وبيلعبوها كويس قوي، الحمد لله. يعني احنا لو ربنا مش راضي عننا وعارف ان احنا ده حقنا، ما كانش السيناريو ده هيمشي كده، ما كانش المباراه دي هتمشي كده بالمشفى. ده احنا مشفى، ده احنا مستشفى، ده احنا حرام للعيبه بتاعتك حتى اللي نازله بتكمل الحكايه. الرجوله كلها لعيب مش قادر يجري وبيفتح سبرنت عشان يعمل الضغط ده اللي بيقول عليه بلال، عشان يغطي زميله اللي هو متاخر في الكوره، عشان او زميله اللي لعب غلط. هي دي الرجوله يا لعيبه، هي دي البطوله يا لعيبه. انا بكلمكم بجد من قلبي لاني حاسس بيكم انتوا بالامكانيات. انا حاسس ان تلت قوه النادي الاهلي كانت بتلعب النهارده، لان كنتوا مش كلكم عندكم استشفاء. صراحة كلكم صراحة سلام. لا الروح روح اللي طلبناه منكم عملتوه، ربنا كافئكم بشكل احنا يعني شكك الدنيا كلها، لكن ده حقكم. وليد ازارو زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ضربة جزاء، اي حد يلمس لعيب في الحتة دي تيت بنالتي. الراجل ما فكرش، انا هعرض لك ده راجل ما فكرش يا كابتن، خلي بالك بس ده راجل تيت اول ما اتقلب والثانية التيشيرت مقطوع، التيشيرت مقطوع. هو بيحكم ايه؟ بيحكم على مزاجه ده راجل. هو لا انا عايز اقول لك بس احللك، هو القانون احللك الاثنين بنالتي. الاولى خلي بالك بس، بص اهي طلباتك اوامر، يعني طلباتك اوامر دي البنالتي اللي قال لك الثانيه ما عملوش حاجه. التيشيرت ده يعني هو اللي فكه. اوكي خلي بالك، ده دي الكوره بتاعت البنالتي الثاني، خلي بالك ده الحكم طلعه بره يغيرها.
الحكم طلعه بره غيرها. تعالى لي بقى ارجع كده يا سمير بعد اذنك عشان اشرح للناس ايه اللي حصل في الاثنين في الموقفين في البنالتي الاول والبنالتي الثاني. البنالتي الاول هو ما ترددش مهدي بن عبيد ما ترددش خالص حسب بنالتي، لكن قالوا له ارجع للفار، فقال لهم انا هسمع له، قال لهم هسمع للفار، قالوا له تعالى شوفها. هما بيقولوا له يعني بكاري جسامه الجنبي بتاع الوداد السنه اللي فاتت لو تتذكروا، يعني الجنبي بتاع السنه اللي فاتت بتاع الوداد ماتش الوداد هناك اللي جمال الشريف قال لك رائع جدا وما عندوش اي اخطاء يعني غير بعض الاخطاء البسيطه، بيحسب الانفرادات او ضربات الحره العكسيه داخل او حوالين ال 18 دي حاجات عاديه لكن مش مشكله. قالوا له تعالى شوفها انت حسبتها ازاي وحسبتها ليه ايه اسبابك، فقال لهم بصوا على ايد، وقعد يشاور لهم كده باينه اهي باينه بيشرح لهم اهي، بيقول لهم بصوا على ايد معز بن شرفيه انا حسبتها عشان ده، يعني حسبتها عشان الاحتكاك ده. وهنا خد القرار اللي خد القرار في الاولى يا كابتن شريف يا كابتن اسامه يا كابتن بلال هو مهدي بن عبيد طبعا. لكن انتوا بقى عشان احنا ما عندناش الحقوق للاسف، احنا لو عندنا الحقوق يا نهار ابيض لو عندنا الحقوق. وبعدين انا بقول برضو في وسط الكلام كده في ناس بتزعل لما بنيجي نتكلم على انديه ثانيه، تمام؟ انا سامع ان في حفلات دلوقتي مقامه في الحتت الثانيه دي، بكره موعدنا ان شاء الله بكره وبعده، انا ما بزعلش انتوا بس ما تزعلوش. طيب اكمل الجزئيه الثانيه. البنالتي الثاني بقى خلي بالك هو ما حسبوش مش هو اللي اداه، هو كان رايح يكمل اللعب على فكره وبعدين راح لافف، بس احنا ما عندناش الحقوق، احنا ما عندناش الحقوق، لا احنا ما عندناش حقوق عشان اعرض لك الوضع التشريحي بتاع مهدي بن عبيد. هو بص انت معايا وراح يكمل اللعب عادي، راح يكمل اللعب عادي وبعدين راح لافف راح لافف حسب بنالتي. ده معناه ايه بقى؟ حد قال له في تقنيه الفيديو الفار قال له استنى بقى عشان دي فيها شك في الفيديو ولا الحكم ولا حكمه المساعده كانت سايقه الرابع. انا متخيل الحكم الراي ممكن يكون هو اللي شايف، ممكن يكون الحكم ممكن لان هو اقرب، هو اللي شايف الكوره. يعني انا شفت الاحتكاك اللي حصل قبل الكوره ما توصل لوليد ازارو، عنده حاله الحكم عند البنالتي كده وقبل البنالتي بشويه الكوره كابتن احنا شفناها، الكوره كابتن كانت بتتلعب بناحيه اليمين تمام، وحكم الرايه هو الاقرب ان هو يبص، يعني الرؤيه بتاعته اوضح للاثنين. انا اعتقد يا كابتن سيد مش الفار هو اللي اداله دي، يعني ممكن يكون الحكم المساعد هو اللي اداله الحته دي، واحد من المساعدين مشاده جامده بينهم هم الاثنين، والكوره بتتلعب من وليد اللي احنا شفناه وهو بيدافع عن نفسه صح، فافتكرنا ان وليد هو اللي بيعمل ما هي دي بقى الكاميرات الخاصه كابتن شريف اللي احنا بنقول عليها تقنيه الفار والفيديو، هم ليهم كاميرات خاصه بيهم صح. يعني مش اللقطه اللي احنا بنشوفها في التلفزيون صح، هي دي اللي هيتحكم عليها، الكاميرات متوزعه في التلفزيون. ما اقصدش، انا اقصد يا كابتن سيد القرار نفسه، القرار نفسه اللي اداه انا اعتقد يعني الحكم المساعد الحكم المساعد. انا اقول تقنيه الفار، اقول ان تقنيه الفار هو اللي اداها له، فالاولى هو صمم عليها من وجهه نظره من خلال مشاهدته، والثانيه هم اللي هي دي طبعا يعني. والفانيلا والتيشيرت اعرضه يا سمير مره ثانيه، التيشيرت اللي مقطوع جدا كان في الكره دي اساسا يعني، فمش هيقطع الراجل مش هيطلع من هدومه يعني، اللي قطعه او اللي طلعه من هدومه هو شمس الدين زوادي، اللي طلعه من هدومه هو شمس الدين زوادي. وتاكيدا لكلامك يا كابتن سيد، الكره كانت رايحه لاسلام محارب على ما اعتقد، لسه الكره امبلاي يعني، وهجمه خطره جدا ومن عند الناحيه دي، راح موقف الكوره يعني دي فيها هجوم خطر ثاني على فرقه ترنت، فراحوا انهى الكره بقرار ان في حصل هي دي صح، هي دي بنتكلم عليه واللعيبه بيتكلموا كلهم اوكي، وهنعرف من اللعيبه بكره وهنتكلم وهنعرف كل الحاجات دي ليه، ده احنا ممكن نشوفها في الكاميرات الخاصه بتاعت لو حد يجيب لنا وليد ازارو دلوقتي يا كابتن. لا 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 وليد ازارو عرفنا نتواصل، ارجع بقى يا سمره. وليد ازارو هو اشرس وامهر، بلاش امهر، هو اشرس واقوى مهاجم في كي افريقيا، وليد ازارو هو اشرس واقوى واسرع مهاجم في كي افريقيا. اوكي رجعنا، كل اللي بنقوله ده يعني هو 50% من المشوار، احنا لسه ما وصلناش الكارت، كارت لسه ما قطعناهاش، كارت بتاع تونس لسه ما وصلناهاش، فهنوصل للكارت بتاع تونس ان شاء الله الرحمن وملعب رادس نقطعها باذن الله، واحنا جايين نفرح ان شاء الله الرحمن. فرحان للجمهور قوي اللي مروح، صحيح نفرح نص فرحه، نفرح نص فرحه فرحان له. انا عايز اقول لك واحد جد واحد صاحبي شال الكاس، واحد صاحبي يعني بيعز كل شويه يبعت لي حاجه، معجب جدا والله العظيم بالكلام، اعمل له اشاره قال لي قول له ان انا بحبه جدا كابتن شريف، انا قلت لك انت يعني اوكي. طيب انا بحب الفيلم، بجدد طلبي للاتحاد الافريقي، بجدد طلبي للاتحاد الافريقي، لحد دلوقتي ما تعلنش اسم الحكم اللي هيدير اللقاء هناك، اتمنى ان هو يكون حكم مميز جدا جدا، ملوش اي حسابات وملوش اي توجهات وملوش اي سابقات، يعني له بس الملعب والنهائي، والمباراه الثانيه هي اكنها المباراه الختاميه والنهائيه، وهي بالفعل المباراه الختاميه والنهائيه، فلابد على الاتحاد الافريقي انه يختار طاقم تحكيمي على اعلى 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 مستوى. وحتى الراجل اللي حكم لنا بتاع يوميز جنوب افريقيا، جنوب افريقيا بتاع جنوب افريقيا والله العظيم
ابقى قاعد مطمن حتى لو عمل اي حاجه. اه خلي بالك بالرغم ان احنا غلبنا ده ضمير جوميز. جوميز وايريك جمال ده جوميز وايريك غلبنا ماتش فورمولا ده في المباراه احنا ما حسيناش بالمباراه. مباراه فاق ستيف بالرغم ان احنا غلبنا 2-1 لكن طول المباراه انت مش حاسس بالمباراه مش حاسس بالمباراه عالمي ده عالمي حاكم رائع جدا حاكم واحد حاكم النهارده برده يا كابتن عارف بحس فرته كتير قوي يعني النهارده بيصفر كتير جدا بعد البينالتي الاولاني بيصفر كتير قوي يعني النهارده سيد بعد ما سجلنا الهدف الاول على طول كل صفرته كتير قوي في نص ملعب صفرته كتير قدام متسرع جدا في الصفاره واحد كان قريب جدا من في من الناس اللي موجوده داخل الملعب قال لي الحكم بيتكلم هو بيعرف فرنساوي كويس قوي انت عارف ان مهدي بن عبيد بيتكلم فرنساوي وطاقم التحكيم المساعدين سنغاليين او الفار فهو موجود جنبه كان موجود جنبه اوكي وهو بيعرف فرنساوي كويس جدا فهو بيتكلم فرنساوي طبعا لانه جزائري وجامبيا والسنغال بيتكلموا فرنساوي فكان الحديث كله في ركله الجزاء الاولى بالفرنسيه اوكي فقال لهم انا شايف انها ضربه جزاء 100% قال لهم كده انا شايف انها ضربه جزاء 100% من وجهه نظره من خلال ايد معز الدين بن شرفيه ده من خلال واحد موجود في استاد برج العرب نروح لمحمد يوسف المدير الكره ووجه وكلامه ورايه في اللقاء واستعداد اللقاء الجاي وكمان نعرف اصابه احمد فتحي ونرجع لكم من جديد. استاذ عبد الحفيظ بجدد ليك التحقيقة كل جمهور النادي الاهلي زي ما قلنا قبل كده المفتاح البطوله اللعب برجوله بنحيي جمهور النادي الاهلي على التواجد الكبير لعيبه النادي الاهلي كابتن محمد يوسف ببارك لك لعيبتنا رجاله الحقيقه النهارده يمكن اثبتوا ان هم رجاله لسه ما حققناش حاجه وباكد على كلامك كابتن يوسف لكن خطوه اولانيه مهمه جدا 3-1 نتيجه مطمئنه على ما اعتقد يا كابتن يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعني انا بحمد ربنا نتيجه جيده لكن احنا قلنا من الاول اي نتيجه هتنتهي بيها اللقاء النهارده ده شوط اول لازم ما نطمنش لازم نعيش خلاص الماتش انتهى لازم ناكد تاني ونشتغل تاني ونشوف اخطائنا ايه ونشوف النقاط الضعف اللي نقدر نستغلها هناك في المباراه فلازم نعيش مباراة يوم الجمعة في رادس من دلوقتي انا بقول مبروك النهاردة اللي احنا فرحنا الجمهور وطلع مبسوط و 3-1 زي ما انت بتقول نتيجة انا بقول جيدة مش عايز ابالغ انا بحبش ابالغ خالص في الامور دي وبأكد كلامي اللي حصل قبل اللقاء ان انا قلت 180 دقيقة نهائيات دايما خصوصا لما تكون بين فرق كبيرة لازم تاخد ال 180 دقيقة كلهم في شغل لسه تاني في مباراة رادس فأنا بشكر اللعيبة النهاردة وبشكر كل الجمهور اللي جه النهاردة حاجة روعة حاجة روعة ده جمهور النادي الأهلي وهو ده الجمهور فعلا زي ما أنا بنقول ودايما بنقول إحنا مسؤولين النادي الأهلي إن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في بطولات النادي الأهلي النهاردة حاجة جميلة جدا اللعيبة نزلت الملعب يعني شوف كم المعدلات الضغط والجري والروح اللي بنلعب بيها طبعا مباراة فيها بعض المواقف وفي بعض العصبية وفي بعض الحاجات الـ يعني عايز اقول نهائي لكن احنا الحمد لله نطمن على المصابين بتوعنا عندنا فتحي حمودي ان شاء الله يبقوا سلام وان شاء الله نلحق نعمل لهم استشفاء وعلاج عشان يبقوا معانا ونعيش المباراة على طول ابتداء من بكرة مباراة رادس لان لسه مفيش اي حاجة مسكناها في ايدينا ولا في اي حاجه مضمونه. صعوبه المباراه ان ثلاث مواجهات يا كابتن يوسف وبطوله واحده مباراتين الاولتين ودي الاول مباراه بتشوف ان يمكن صعوبه المباراه ان احنا بنواجه فريق ثلاث مرات في بطوله واحده. هو ثلاث مرات والسنه اللي فاتت وقبلها يعني بص الاهلي والترجي مسلسل كبير قوي مسلسل كبير وتاريخ طويل من اللقاءات لكن انا بحترمهم جدا وبحترم فريق الترجي بشكل كبير فريق كبير في افريقيا. زي ما انت قلت يعني ثلاث مرات لعبناهم في دوري المجموعات 0-0 هنا وبعدين 1-0 عندهم النهارده 3-1 عشان كده بقول انا مش مطمن خالص غير صفاره النهايه في في في, في رادس هناك فعايز اقول للاعبتنا مبروك لكن في نفس الوقت احنا مطالبين بالتركيز الشديد انا قافل اعلاميا بعد اذنكم قافل اعلاميا وبنشر من خلالكم ان مفيش اي حوارات الا بعد ان شاء الله المباراه الثانيه ان شاء الله شكرا. جاي لك. بنشكر اكيد كابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره على هذه التصريحات الفوز مهم والفرحه مهمه يا كابتن سيد النهارده لعيبتنا كانت رجاله ضيعوا
كتير، لكن صعوبه المباراه زي ما قلنا ثلاث مواجهات في بطوله واحده، امر صعب جدا فنيا، لكن الحمد لله الحمد لله 90 دقيقه الاولى زي ما قلنا قدرنا ان احنا ننجح بيها باذن الله 90 الثانيه في رادس نرفع الكاس ونوصل الى كاس العالم للانديه. مستمرين معاك يا كابتن سيد من خلال شاشه قناه الاهلي وملعب الاهلي ولقاءات خاصه حق فوز النادي الاهلي على فريق الترجي التونسي. اعود اليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. اوكي مش هننسى الثلاث تيشيرتات بالتاكيد، هم بيجمعوا الدنيا ماشيه ازاي هنا، ويا ريت يا محمود تجمع لي الناس اللي هي يعني محدش توقع الاهداف يتوقع النتيجه خلاص، يعني ما تبقاش بخيل قوي، ما تبقاش عامل زي علاء ولي الدين الله يرحمه، اذا هي ليه يعني مش كده عيب يعني، الناس اللي توقعت حتى 3-1 مش مشكله يعني، فيوم كويس 3-1 اعمل عليهم قرعه وقول لي اسمائهم واحنا هنديهم ثلاث تيشيرتات، والماتش الجاي ان شاء الله الرحمن النهائي هيبقى خمس تيشيرتات باذن الله. تيشيرتات في العربيه انا جاهز بجد؟ اه والله. معاك تيشيرتات في العربية؟ اه والله انا جاهز. انت فاتح محل ستورز ولا ايه؟ لا 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 انا اي حد النهارده وديته الماتش كنت بديله تيشيرت مع التذكرة. اوكي. يبقى التاريخ ما بينساش حد، والتاريخ بيقول النهارده ان وليد سليمان ثالث لاعب في تاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقية يسجل اكتر من هدف في النهائيات بعد محمود الخطيب في 82 قدام كوتوكو، وبعد خالد بيبو قدام صن داونز في 2001. النهارده وليد سليمان، وتبقى فالخير ان شاء الرحمن لما احرز هدفين كابتن محمود الخطيب في 82 الاهلي حصل على البطوله، ولما احرز خالد بيبو هدفين او كان هاتريك في مباراه 2001 قدام صن داونز الاهلي احرز البطوله، والنهارده وليد سليمان بيحرز هدفين، فان شاء الرحمن باذن الله تعالى برضو تبقى فالخير على كل الاهلاويه. كارترون ورؤيته على اللقاء وايه اللي حصل، لانه يبدو ان في حاجه كده مش مظبوطه، هنجدد طلبنا تاني للاتحاد الافريقي بس بعد ما نسمع كارترون. مستمرين معاك كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، مستر باتريس كارتيرون مع دكتور عمرو محب المترجم الخاص، ببارك له وبهنيه، يمكن مدرب عظيم ومدرب رائع على نقطه وحيده ونصل لهذه المرحله الرائعه جدا، قدرنا ان احنا نتيجه مطيبه على ما اعتقد في 90 دقيقه الاولى، حابب يقول ايه وحابب يقول ايه على الجمهور الكبير اللي اذن النادي الاهلي؟ Ouais, déjà je tiens à féliciter les joueurs qu'on fait un très bon match dans un contexte extraordinaire. On avait vraiment à cœur d'offrir une victoire à nos supporters. On a gagné la première manche, maintenant il nous reste une finale à bien négocier, un match retour à bien négocier la semaine prochaine. انا بشكر الجماهير اللي جت، وطبعا كان ليهم دور كبير جدا في الفوز اللي حصل، احنا حققنا يعني كسبنا الماتش ذهاب يعني النص النهائي النص الثاني هناك ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. ثلاث مواجهات في بطوله واحده ده امر فنيا صعب شويه بالنسبه ان احنا مواجهه الترجي ثلاث مرات في موسم واحد. Bah écoutez, c'est la finale, c'est la compétition. Après, c'est une équipe, c'est un adversaire qu'on connaît bien. À nous de bien récupérer et d'avoir vraiment la volonté de faire un grand match la semaine prochaine à Rades pour aller chercher une nouvelle coupe pour le club. وهي دي مسابقه ودي بطوله كده، هو فرقه وسط النهائي، فرقه كانت كويسه وسط النهائي، احنا المفروض يعني نتاهل كويس لمباراه العوده ونروح نجيب الكاس من هناك ونرجع. عقب انتهاء المباراه ايه اللي قاله مستر باتريس لكل لعيبه النادي الاهلي، لان كانوا رجاله النهارده بلغه الكوره يا دكتور عمرو؟ Ils ont fait un bon match aujourd'hui. Ouais, on n'a pas vraiment pu savourer parce que l'attitude des supporters une fois de plus de Tunis a été absolument honteuse et l'attitude des joueurs et des dirigeants lamentable avec nos joueurs insultés, avec en ce qui me concerne frappé dans le tunnel par un joueur. Je suis sans voix entre ce que j'ai vu lors de la demi-finale à contre Premio de Agosto avec 38 blessés dans le stade et l'attitude aujourd'hui. J'ai du mal à savourer sincèrement notre victoire tellement je suis choqué par un tel état d'esprit aussi lamentable. للاسف انا ما لحقتش نستمتع حتى نستطعم طعم الفوز، اول ما خلصنا الماتش كان في يعني عنف من جماهير تونسيه اللي كانت موجوده، ودي المره الثانيه الف ماتش اول اغسطس في الدور اللي فات كان حصل برضو اعمال عنف و38 واحد اتصابوا هناك، وانا شخصيا في حد من اللعيبه يعني ضربني بشلوط ولعيبتي اتهانت، للاسف احنا كنا نتمنى تبقى الظروف احسن من كده، وللاسف احنا يعني اللي حصل الاحداث دي يعني طغت على فرحتنا. نقدر نقول الاحداث دي لها تاثير على مباراه العوده؟ اسكو انفلونس بور لو ماتش ريتور لا بار ان تونيزي. J'espère surtout que le gouvernement tunisien qui il y a quelques jours en arrière a déploré plus de 38 blessés dans les forces de police sera à même de permettre qu'on joue à un match de football et pas une guerre de tranchées comme j'ai pu assister face à Premio de Agosto, et que en tout cas notre sécurité sera assurée, c'est le minimum qu'on peut demander.
اتمنى الحكومه التونسيه اللي شافت نسان كان في 38 واحد مصاب في المباراه اللي فاتت في الدور اللي فات قدام اول اغسطس تسعى ان تخلي مباراه كره قدم مش حرب في المدرجات. وانا اعتقد ان احنا هنطلب تامين لينا عشان نبقى متامنين وما يبقاش عندنا اي مشكله. اخيرا رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي اذر بشكل كبير جدا وكان ليه تاثير كبير جدا النهارده. Je les remercie. Je sais que beaucoup d'entre eux ont dormi dehors pour nous accompagner, pour être présents avec nous. Leur attitude a été exceptionnelle aujourd'hui. Ils ont montré qu'ils méritent cette coupe. On va vraiment tout donner la semaine prochaine pour leur ramener. Et je les remercie pour leur attitude qui a été extraordinaire et ils méritaient cette victoire. بشكرهم جدا وعارف منهم كتير باتوا في الشارع عشان يكونوا معانا وفي ظهرنا ويشجعونا النهارده وكان حضورهم مثالي وكان سلوكهم مثالي. انا بشكرهم وهنعمل كل في مجهودنا الاسبوع الجاي عشان نرجع بالكاس ونهديه لهم. بنشكر اكيد مستر باتريس كارتيرون، لكن حابب اتكلم معاك سريعا يا كابتن سيد. الامر كان صعب جدا عقب انتهاء المباراه، الامور كانت فيها لخبطه بشكل كبير جدا، يمكن زي ما قال مستر باتريس كارتيرون تعرض لبعض المضايقات وده امر يمكن صعب شويه بالنسبه لراجل مدير فني فرنسي بحجم مستر باتريس كارتيرون. امر كان صعب جدا وزي ما قلنا طبعا كمان هو الراجل شاف امر اول مره يشوفه، قال يمكن انا هي لعيبتي يمكن حصل معاه بعض المضايقات، هو يمكن تعرض كمان لبعض المضايقات يمكن من البدايه. ومن النهارده حابين طبعا ان احنا يكون في تنسيق كبير جدا مع الجانب التونسي مع سفارتنا هناك في تونس، لان لابد يكون في تامين كبير لبعثه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. اكيد بنهني طبعا زي ما قال مستر باتريس الفرحه قليله، ما لحقناش ان احنا نفرح نظرا لغلق هذه الصفحه سريعا، لان لسه في مباراه كمان، مباراه 9 ان شاء الله باذن الله يا كابتن سيد، كاس البطوله 9 باذن الله لن يخرج من دولاب بطولات النادي الاهلي كالعاده. كابتن سيد مستمرين معاك عقب لقاء مستر باتريس كارتيرون، وهنحاول ان احنا طبعا نعمل لقاءات مع لعيبه النادي الاهلي عقب الفوز الهام والرائع جدا امام فريق الترجي التونسي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل نجوم الاستوديو التحليلي. بعد ما سمعت كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي وكلامه الخطير جدا، قال ان في بعض بعد المباراه ما خلصت في بعض المضايقات او المشاجرات حصلت ما بين اللعيبه حتى معاه شخصيا، قال ان في حد اتهجم عليه او اتعامل معاه باسلوب مش لائق ابدا وحصل لدرجه التعدي زي ما شرحها عمرو المترجم، وكنت اتمنى ان هو ما يشرحهاش بالتفصيل ده يعني، لكن في النهايه اللي قاله خلاص وصل وطلب كمان من ان يبقى في تواجد امني بشكل كبير عشان مباراه كامبالا سيتي او اسف المباراه اول اغسطس اللي حصلت. و في تصريح لمعين الشعباني المدير الفني لفرقه الترجي، قال ان احنا استقبلنا الترجي بشكل مش معتاد ولا مظبوط، وقال ان احنا في تونس بنستقبل النادي الاهلي احسن استقبال. كابتن معين يعني حد غيرك يقول كده؟ انت متواجد معانا عبر التاريخ، دايما كنت بتشوفنا بنتعامل معاكم ازاي. وكابتن رياض بن نور يعني اساله المسؤولين هناك، ما ينفعش ابدا ان خساره مباراه 3-1 او خساره مباراه 4-1 او خساره مباراه 5-1 او خساره مباراه باي نتيجه ما بين الفريقين دول تحديدا الاهلي والترجي تخرج بعض التصريحات الشبيهه بهذا الكلام او بتودي الناس لاتجاه معين. خلاص المباراه انتهت يعني، حتى لو خلصت 1-1 ولا 2-2 ولا الترجي كسب ولا حاجه، خلاص الف مبروك زي ما اتفقنا ومتعودين دايما. وهناك في رادس هيبقى في كلام تاني، لكن تطلع التصريحات ديت ان في استقبال مش مظبوط وان الامن واقف اتوبيس الترجي 25 دقيقه عشان يدخل الملعب، الكلام ده ما بيحصلش خالص معانا وتحديدا مع الترجي. انتوا ناس بنقدركم وبنحترمكم وبنعزكم وعلاقات وطيده جدا جدا ورائعه جدا على المستوى الجماهيري ما بين الجماهير وبعضها، وعلى المستوى الاداري ما بيننا وما بين اداره نادي الترجي، وحتى على المستوى الفني ما بين الاجهزه الفنيه. فما ينفعش حضرتك تطلع تقول هذه التصريحات في وقت مهم جدا جدا قبل مباراه بعد 7 ايام، واكنك بتقول للاعلام ان في سبب يعني معين ادى لاداء الترجي في هذه المباراه. عليك ان تشتغل، وحتى مع النتيجه ديت لو الترجي فاز الف مبروك، مفيش مشكله خالص، الترجي فريق كبير وفريق قوي جدا ومن اقوى الفرق مع النادي الاهلي في الساحه الافريقيه. فيما يخص كارتيرون اعتقد ان الكلام ده يعني يروح للاتحاد الافريقي كمان انه ياخده بمحمل الجد في اللقاء العوده، ان الراجل بيقول ان في يعني بعض الاحتكاكات حصلت ما بينه وما بين يعني جزء من الترجي، فعلى الاتحاد الافريقي بجدد طلبي مره ثانيه ان هو يكون على مسؤوليه كبيره جدا كبيره جدا كبيره جدا في اختيار الحكم نمره واحد، لانه هيساعد في خروج اللقاء ما بين اقوى فرقتين على القاره الافريقيه او في القاره الافريقيه الاهلي والترجي، واختيار طاقم تحكيمي كامل مميز جدا جدا، حتى المساعدين يكونوا مميزين حتى في تقنيه الفار. لكن باكد الكلام اللي عدناه وزدناه مرارا وتكرارا، الترجي بمسؤوليه وجماهيره ولاعبيه واجهزته الفنيه على راسنا من فوق، والعلاقه بيننا وبينكم ممتده لابعد الحدود. لكن جانب التوفيق او جانب الصواب كابتن معين الشعباني المدير الفني
لنادي الترجي التونسي فيما قال ما ينفعش ابدا تقول كده على النادي الاهلي واستقباله تحديدا مع فرقه الترجي التونسي. يسأل جمهوره العظيم اللي هو التونسي اللي النهارده استقبلناه، الناس قاعده في المدرجات لكنها قاعده في تونس مش قاعده في مصر. بالتالي احنا هنعمل اللغه اللي التوانسه والمصريين بيعشقوا بعض. يعني احنا مفيش اي مشاكل حصلت لنا، ولما جه الجول فينا وكان محدش اعترض ولا عد الكلام، ومش دي رحنا بار ولا رحنا اي حاجه. كابتن الشريف ارجع لمباراه وفاق الصيف الجزائر، شوف تم استقباله هنا ازاي يعني، وهم استقبلوا الاهلي ازاي، والروح الطيبه اللي كانت ما بين مصر والجزائر والاهلي وفاق الصيف. النهارده النادي الاهلي سايب مساحه كبيره في المدرج لجماهير الترجي، ده سايبينه من النص للتاني، وقال لك بالمعامله هتكون بالمثل في الترجي. النهارده في وافد من النادي الاهلي راح استقبل بعث الترجي لما جت في المطار، وتم استقبالهم افضل استقبال. عايزين نطمن على فتحي بيزوك، كمل يا كابتن اسامه بس يعني نعرض الصور بعد المباراه، بس كمل طبعا كويس من وفد الاهلي لبعثه الترجي، وهي دي دايما العلاقات طيبه. لا انا بس عايز اقول حاجه كابتن اسامه، يمكن كابتن شريف اديني اي فرقه على مدار التاريخ يعني اشتكت من استقبال النادي الاهلي، مستحيل على مدار التاريخ، مستحيل. اديني اي اعلام اتكلم بالظبط، اديني اي اعلام اتكلم على يعني سوء استقبال النادي الاهلي او جمهور النادي لاي فرقه دخلت مصر في على كل المستويات، المستويات الافريقيه يا كابتن سيد او حتى المستويات المحليه. يعني النادي الاهلي دايما معروف بحسن الضيافه لكل الفرق، لان احنا عارفين ان كره القدم في الاخر هي امكانيات وقدرات، ودايما الفريق بيهتم يهتمش بالحاجات الصغيره دي. يعني الفريق البطل النادي الاهلي ده فريق بطل يعني، والابطال دايما يا كابتن ما بيحطوش نفسهم في الحتت الصغيره دي. كابتن تعادلوا معانا 2-2 يا كابتن، بالظبط، وخرجوا خارجين بنسحبهم حتى النهارده. يا كابتن شريف شوف جمهور النادي الاهلي والاشاده بيه في التشجيع المثالي، مفيش ازازه مفيش طوبه في الملعب. النهارده عكس مباراه الترجي واول اغسطس، شفت الاحداث اللي حصلت فيها؟ ده نجم اللقاء الجمهور، صح؟ الجمهور النهارده ده نجم اللقاء الاول الجمهور، طبعا الجمهور بقى خارج الملعب في استقبال البعثه، في دخول دخول الترجي. لا يعني انا النهارده هو رايح عايز ياخد الخساره بتاعه الترجي واداء الترجي في حته تانية، عايز يوجه الجمهور في حته تانية. عايز بقى لو كان في تجاوز يا كابتن، انا اسف اقطع كلامك، يبقى في بقى قرارات رادعه، مش يقول لي بعد الماتش الفاينل لو في حد بيغلط في حقنا ناخد حقنا. يا كابتن سيد انا عايز اتاكد بس من الغرامات اللي جت على الترجي قبل المباراه، هي حاجه تناولتها بعد الاقاويل يعني مش اكيد يعني 300,000 دولار ومباراتين بس بعد النهائي الافريقي يعني. تعرف حتى لو ممكن يلعبوا السوبر لا قدر الله، فبالتالي في البطوله الافريقيه هتبقى قبل السوبر يعني. انت بتتكلم في الشهر الجاي يعني، فممكن يبقى في مباراتين زي الاهلي بالظبط. لكن اهم من كل حاجه يا جماعه العلاقات دي مهمه جدا طبعا. العلاقات ودايما التواصل المستمر والعلاقات الجميله ما بين الاهلي وكل الفرق وكل الشعوب كمان عشق. الافريقيه والعربيه. انا عن نفسي عاشق لتونس طبعا يعني، وكوره تونس وقد ايه في كاس العالم اللي فات احنا كنا بنتمنى لتونس ان هي يعني الجول اللي جه فيهم في اخر ثانيه ده اكنه جه فينا احنا. وقد ايه عارفين ان هم فرقه محترمه جدا، وهم جايين لنا كمنتخب قريب هيلعبونا كمان. يعني من بلاش يا كابتن لو سمحت الحاجات دي، ده احنا اخوات، احنا وانتوا تكسبوا واحنا نكسب الحقيقه عادي. على قلبنا زي العسل، بس هنزعل لو احنا خسرنا طبعا. انما عمرنا ما هنقول اصلك انت عملت وانت سويت وانت، وازاي تتهجم على مدرب كوره والكلام ده، وانت الوحيد اللي كنت واقف على الخط وانت اللي عامل الاثاره كلها للحكام وللفار وكل حاجه، ما حدش يتكلم. حقك انك شرعا انك انت تدافع عن فرقتك بالكوره، بالطلب الحق، باي حاجه، اي حاجه دي مش محالك داخل الملعب، انما تتعدى علينا احنا هنا في بيتنا والكلام من ده عمرها ما حصلت قبل كده يعني. الحقيقه عمرها ما حصلت يعني. انا عجباني تصريحات كابتن محمد يوسف وكارتون بعد المباراه مباشره، يعني احتفال، قال لك ده شوط اولاني يعني النتيجه مهمه فيه جيده لكن مش ممتازه. الحاجه الثانيه عندنا مباراه هناك في تونس قويه، عندهم لعيبه تم ايقافها النهارده يعني هتكون غايبه المباراه الثانيه زي فرانك كوم وشمس الدين الزوادي، لكن عندهم عناصر اهم منهم هتمثل لهم اضافه، تمثل لهم قوه خلال المباراه الثانيه. فعجباني اللهجه واللغه بدايه من بعد المباراه مباشره عشان تبدا توصل للجماهير، توصل للعيبه، توصل لكل الناس ان المباراه الثانيه هتكون مباراه صعبه. لازم كابتن محمد يوسف بيقول هنجهز للمباراه من بكره على طول، يعني سواء بكره بقى يبقى في يوم راحه للنادي الاهلي او تمرين، هتم الاستشفاء، تبدا تشوف الناس المصابين عندك. يا رب ان شاء الله احمد فتحي عنصر مهم جدا، اتمنى ان شاء الله في العضله الاماميه اعتقد انه صعب هيبقى صعب ممكن يبقى صعب فتحي يبقى صعب اعتقد. طيب ناكد بالكلام الرسمي، حسام عاشور بعد الماتش لم نتوج بلقب افريقيا ومباراه العوده في غايه الصعوبه، اتفق معاك يا حسام، ودي الكلام ده والتصريح ده
يعني بيبين مدى عمق الخبرات صح. اللي خدها او خضها حسام عاشور. كان هايل النهارده على فكره. مدرب الترجي تعرضنا لظلم تحكيمي وقادرون على التتويج في تونس. الكلام ده مهما كان في تحكيم ما فيش تحكيم قادرون على التعويض في تونس انا معاك فيش مشكله قول اللي انت عايزه حتى لو اعترضت على الحكم حتى لو اعترضت على الاجوان حتى لو اعترضت على اسلوب اللعب اعمل اللي انت عايزه لكن ان احنا نروح لحته ان احنا تم استقبالنا في مصر بشكل يعني مش معتاد وان احنا في تونس بنتعامل مع الاهلي بشكل هايل جدا وهنا يعني تعاملنا بحاجة مش متوقعة. كابتن معين الشعباني أرجوك أرجوك بلاش النقطة دي بالذات مع الترجي التونسي بالذات يعني الترجي التونسي علاقتنا به فوق الممتازة رائعة جدا على مر العصور وعمر وعلى مر الأجيال ومهما كانت النتائج هنا أو هنا بنكسب أو بنخسر فهم لهم كل التقدير والاحترام. فقول اللي انت عايزه قادر على التتويج في رادس افعلها لو قدرت فيش مشكلة خالص يعني دي كرة قدم قادر لفريتك حلوة وجميلة وقوية لكن نروح لحتة الاستقبال وحتة الحاجة اللي موجودة في مصر واللي موجودة في تونس اعتقد ان دي مش ظريفة جدا يعني. هو بعيد عن التصريحات دي هو مدرب كويس جدا اللي احنا شفناه الحقيقه في فرقته النهارده. بس يا كابتن محترم يعني بس بعيد عن الحاجات اللي هي خارجه عن بس يعني يوتر برضه فرقته يا كابتن يوتر لعيبته داخل الملعب يعني عارف يعني طول ما انت عنيف وطول ما انت متوتر بره كابتن سيد بتنقل برضه للعيبه اللي عندك في الملعب التوتر بتاعك وده اللي حصل النهارده في بعض الاوقات تحس ان لعيبه الترجي متوترين لعيبته بتعمل الجرم وبتعمل الخطا وهو بيطلع من بره يقول لك لا دول ما عملوش حاجه واللعيبه عارفه نفسها في تونس انه شد الراجل وقطع له التيشيرت وتاني انه كعب للراجل وخده في شكته وضربه والحارس المرمى عارف انه زق الوليد ازارو هم اللعيبه عارفه انت بقى من بره بتعمل وتهيالك الحاجات دي من حقك يعني تدافع عن نفسك وعن فريقك بس مش بهذا الشكل يعني. طيب الناس اللي توقعت النتيجه معانا على الشاشه هي عشان هنعمل قرعه وثلاث تيشيرتات 3-1 طبعا الاهداف مش مظبوطه قوي ده محمد السيد يعني خلي بالكم عشان انا بقى تليفوني مش مظبوط كده فهتلاقي يعني الاسماء تضيع مني ف الراجل جاب 80% امشوا معايا كده 3-1 اوكي جاب 80% من بتاع جاب 2 من اللي جابوا محمد واحد. السيد كل دول اللي عملوا 3-1 محمد السيد مقرر ولا ايه؟ محمد عيد فوز الاهلي 3-1 وليد ازارو ووليد سليمان مش هقول الاهداف بقى لان هي معظمها غلط لكن انا هروح للنتيجه غيره قول احمد صبحي نوار 3-1 علاء ابو جنى 3-1 واسلام ميدو 3-1 اوكي وحسام مراد 3-1 ياسمين رضا 3-1 اوكي سعد عاشور 3-1 عبد الرحمن 3-1 عبد الرحمن عبد الحميد رضا سعد المرسي اوكي 3-1 وسام حمدي وسام حمدي كان لعيب زمان في المقاولين مش عارف هو ولا لا وليد سليمان وازاره هدفين يعني ما لناش علاقه بالاهداف معظمها غلط لكن في النهايه نروح ان شاء الله 3-1 محمد شوقي 3-1 احمد علام 3-1 عبد الرحمن 3-1 او اسلام حسين في الاول 3-1 وعبد الرحمن سيد 3-1 واحمد حمدي 3-1 سيد خطاب 3-1 حماده الاهلاوي مساء الخير يا كابتن 3-1 هدى الكابتن او حودة الكابتن اسف حودة الكابتن 3-1 اوكي اعملوا لي قرعه بقى كده اعملوا لي قرعه بينكم وبين بعض كده بما يرضي الله ما تبقاش كلها رجب بما يرضي الله قرعه لاحسن او مش احسن بقى للثلاثه اللي توقعوا من المجموعه الكبيره جدا اللي عرض لنا او توقعت 3-1 وهنقولها في اخر الحلقه دول بقى ان شاء الله الرحمن بكره وبعده يعني يا ريت تتواصلوا معانا من خلال تليفوناتكم بقى عشان تكون يا ريت يعملوا 6 انا متبرع ب3 كمان يعني يجيبوا 6 يعملوا 6 ناس وقعدوا 3 في العربيه عايز يوزعهم كابتن احمد 3 في العربيه عايز يوزعهم انت ليه حضرتك ليه حضرتك بتضيف ايه بقول لك ايه سبونسر راعي رسمي حضرتك ليه بتضيف بقول لك سيد وانا قلت حاجه الراعي الرسمي للمسابقه ما احنا نيجي في النهايه انا جاي بديكوا هديه بتضيفوا عليا انتوا الثلاثه جاي في النهايه طيب هجيب واحد فيكم واحده برضه اختاروا 6 اختاروا 6 عشان خاطر كابتن شريف ماشي بس الناس تفرح يعني ما احنا المباراه الختاميه كنا عاملين 5 احنا كان هنضطر نضعف الموضوع عشان المباراه الختاميه احنا في النص قلنا 6 عشان خاطر كابتن شريف لكن
منك بقى في النهايه هناخد اربعه لان احنا عارضين سته. المره دي سته؟ انت حاطط خمسه من عندك؟ وانا واحده من عندي؟ لا انا حاطط ثلاثه من عندي، انت حطيت ثلاثه من عندك. امال ايه طالب خمسه ليه انت؟ المباراه الثانيه. المباراه اللي بعدها؟ عندي برضه. ماشي. اوكي طب نتكلم جزء فني بقى شويه كده. كابتن شريف، مش مساله ليه المباراه معقده بالشكل اللي شفناه ده؟ الفرص نادره جدا جدا جدا، تكاد تكون اللي بتروح يعني حتى اللي راحوا غير اللي جوان، واحده في العرض وواحده في العرض. تمام؟ وشوطين او تسديدين يعني تعامل معاهم الشناوي رائع جدا، اخذ عليه طبعا ضربه الجزاء، كان فيه اندفاع شويه لكن انقذ انفراد ممتاز جدا. ما انا هتكلم زيهم بقى، اخد حقي بقى يا كابتن سيد. الله لا قول اللي انت عايزه. ولا نشوف سايت الكره اللي راح بيها؟ قول اللي انت عايزه. قول اللي انت عايزه. 1 2 واتلعبت وراجل اوف سايد بخطوه ونص، واللاين مان ما رفعش الرايه ولا في فار ولا. انت قلت لي لو دخل الجول كان هيرجع للفار. صح مش قلت لي كده؟ مظبوط. صح خد حقك يا كابتن سيد. صحيح. اوكي طيب ليه المباراه يعني كانت فرصها ضعيفه قوي كده؟ ده واحد. اثنين يعني ليه ما ظهرش مميزين قوي زي انيس البدري في الترجي او حتى يوسف البليلي؟ وليه ما ظهرش برضو على المستوى اللي احنا متخيلينه او منتظرينه اسلام محارب هجوميا؟ يمكن دفاعيا كان له دور رهيب جدا وجميل جدا يا كابتن. بص يا كابتن هقول لك على حاجه. احنا كلنا عارفين الحكايه ايه، حكايه وسط ملعب. انت قبل الماتش يا كابتن سيد شرحت فرقه الترجي على انهم الحقيقه زي ما انت شرحتهم انا شفتهم. الحقيقه لعيبه على مستوى تبي. الراجل اللي هنا جه بيلعب معاك بلاين فيرود ثلاثه، انت اصلا ما عندكش غير فيرود واحد، وعندك ناس بترجع بتعمل استشفاء جوه الملعب زي اسلام محارب اللي احنا طلبنا منه ما شفناهوش النهارده. ده راجل جاي على نفسه في خمس ست ايام انه يعود من اصابه ويلعب مباراه زي دي، ده كتر خيره شكرا يعني. ما عندوش الفول باور. الناس كلها حاولت تعوض بعض في الملعب، هي مباراه نص ملعب. هم حاولوا النهارده لما لقوك انت الهجوم بتاعك لونج باص الحقيقه، وانت التناول بتاعك والباص بتاعك وحاسس ان انت عايز وقت كنت كتير قوي يعني. يا ريت مباراه الوصل دي ما كانتش لعبت اصلا يعني، كنت انت عايز وقت تستشفى فيها انك انت تقف على رجلك اكتر من كده. فهم لما لقوا ان انت واقف يعني عندك اللي بيسموها ليميتيشن او عندك يعني حدود قوي في الهجوم بتاعك والعرضيات اللي كانوا مستنيينها والقوه بتاعتك، مفيش غير ان انت عندك ثبات فعلي جدا وثبات انفعالي في التعامل مع الكره اللي هي في نص الملعب، وكنت لحد ما بتضغط ما بتخليهمش ياخدوا الكور. فحكايه الضغط الفرقتين على بعض في نص الملعب خرج على ما اعتقد الشوط الاولاني بهذا الشكل، والشوط الثاني حصل التعليمات داخل الاول طبعا والاجهزه الفنيه اتكلمت اذا كان هنا او هنا، فكان في على قد امكانياتك برضو اللي كانت موجوده في الملعب والتغييرات والحاجات اللي انت بيحصل لك التدويره واحد احمد فتحي ده يتعور بيغير لك السيناريو كله. ده احنا كنا مرانين على ان صلاح محسن او مروان محسن هيكون ليه دور في الماتش، فما كانش موجود غير الحاجات اللي حصلت في الملعب من الاصابات هي اللي خليتك بتغير كل الدنيا. فانما انت كان عندك حاجه ثانيه، الزياده الفعليه فعلا في الضغط على دير الفريق ان هي اتاحت لينا الجول اللي عمله عمرو سوليه من عرضيه، من لعبه من وليد سليمان، من العرضيه، من دخول واحد غير مراقب على احنا متفقين ان الاثنين دول اضعف اثنين موجودين، حتى حارس المرمى واقف بيعمل اي حاجه بيعترض على نفسه حتى وهو واقف تحت الخشبات، مش حارس مرمى يعني يملى عينك خدت بالك ان هو يقدر يلوز وعنده تيمبو ويدي احساس للعيبه اللي قدامه بالامان قوي. ودخل عمرو سوليه هو ده الثبات الجميل الانفعالي اللي دخل وقفها وخدها وكل ثقه حطها جول. ففي على فترات الحقيقه انت عندك نواقص كتير قوي في فرقتك، انما هو العدد كامل عنده الحقيقه. انما ليه انت مش عايز تقول ان فرقتك ولاعيبتك كانوا رجاله بجد؟ انت اللي قلت لي دلوقتي انه ما لمسوش انيس البدري الكره كذا مره، يوسف البلايلي ده انا شفته مرتين ثلاثه في اول هاف تايم اللي هو الكورتين اللي راح بيهم ناو وخد فيهم فاول وضربات ثابته ناحيه الشمال. اللي كان خطر بجد فعلا كنيسي ده هو المحطه اللي عارف يجيب ضربه جزاء، عارف يلعب مع كوليبالي مع ان كوليبالي الحقيقه كان ماسكه مان، وانت كنت طلبته ان كوليبالي هو المتساك وسعد سمير يبقى حر، وده اللي حصل بالفعل اثناء المباراه. احنا واحنا قاعدين مع بعض كده كنا بنتمناها 1-0. يا سلام لما كنا 2-0 قول يا رب تبقى 2-0. ليه؟ احنا عندنا نواقص في العدد ونواقص في الصحه. انا مش عايز اقول لك في اللياقه البدنيه، في عوده اللعيبه الى مكانتها في اللياقه البدنيه. فهو ده السبب اللي انت حضرتك سالتني عليه دلوقتي، ليه شكلنا احنا ما كانش عندنا هجوم كتير؟ انما التحمل اللي عمله الراجل اسمه وليد سليمان ده ونقل الحركه بهذا الشكل، اطراف ونص ملعبه هزهم. فاكر انا لما كنت معاك يوم الاربعاء وقلت لك
يقدر بإبرة وفتلة وليد سليمان ده يحل لنا الطلاسم اللي هي موجودة في كوليبالي وفرانكوب. يعني دول هو وليد سليمان الوحيد اللي عنده الحرفة ان هو يعدي من واحد واثنين وثلاثة على اساس ان هو ما يتضربش. حاولوا معاه طبعا وعوروه والحمد لله ما جاتش في رجله يا اسامة. هي المشكلة النهاردة كابتن شريف يعني اللي كنا احنا واقعين فيها ودايما في معظم احيان المباراة بنلجأ الكرة الطويلة يعني سعد سمير او كلوبالي او حتى تحت محمد هاني ان كان عملية وليد ازارو لما كانت الكرة بتجيله كنت دايما بتلاقي اسلام محارب فاتح قوي على الخط. ايوه صح. تلاقي احمد حمودي فاتح قوي على الخط. مفيش ايوه في الوقت اللي لما انت تلجأ فيه للكرة الكرات الطويلة لازم وليد ازارو محطة لازم يبقى الناس تحتيه عشان الكرة التانية دي اللي ميزت الترجي النهاردة ان دايما في معظم احيان المباراة الكرة التانية كانت دايما تلاقيها بتاعت فرانك كوم تلاقيها بتاعت غيلان الشعلالي بتاعت كلوبالي كان هما دايما بياخدوا الكرة التانية ويبدأوا يشتغلوا فدي اللي كانت فارقة معانا. حمودي اول ما بدأ يشتغل من قلب الملعب اسلام محارب بدأ يضم قلب الملعب بقى عندك الزيادة اللي تقدر تسيطر على نص الملعب عن طريق بقى عاشور السولية وليد سليمان كان قريب بدأ احمد حمودي يدخل ويقرب اسلام محارب فبدأت تقدر تسيطر على الكرة وتستحوذ. حمودي في وقت ظهرت انت يا كابتن شريف في ضربة الجزاء الأولى. أيوه. اول ما حمودي بدأ يشتغل من قلب الملعب عمل الكرة لوليد أزار عملها في فوق الصيف بس عملها عالية لوليد أزار وعملها عالية لوليد سليمان اللي جاب من الجون. كل ما كانت المسافات بعيدة ما بين وليد أزارو وإسلام محارب فتح كان فتح الخط في معظم الأحيان بره قوي وكان أحمد حمودي فبتلاقي المساحة اللي قدام ال 18 أو قدام مدافعين ترجي كان دايما ليهم السطرة كرة تانية بتنزل من وليد أزارو يبدأ فرانكو كوم يستلم ويبدأ يشتغل. يعني حسيت يا أسامة كده إن عندنا احساس مش قادرين نهاجم قوي عشان ما نخسرش نص ملعبنا قوي. أيوة. المسانده بتاعت نص الملعب للاعيبه لبعض فكانوا بيطلعوا بحساب القوه يعني في نص الملعب. لو قدرت تسيطر على نص الملعب تستحوذ على نص الملعب تبقى ليك الملك. النهارده النادي الاهلي لما كان بيمسك نص الملعب ويقدر يستحوذ وينقل والخطوط قريبه بتقدر تروح وتضيع فرص الثقه في النفس اللي هي الواحد ثلاثه. بس النهارده كان في حاجه يمكن انا شايف ان هي حاجه يعني متعمده من كارتيرون النهارده في التكتيك بتاعه اللي عمله النهارده مع النادي الاهلي وهي ان الاثنين الباكين بتوعنا ما يزيدوش. يعني انا شفت النهارده كده ان الاثنين الباكين بالظبط يعني انت النهارده انت بتلعب النهارده فرقه عندها توازن بالظبط عندها امكانيات هجوميه رهيبه جدا عندهم سرعات عندهم مهارات فرديه فالنهارده هو ممكن جه على حساب الحته الهجوميه بالحته دي. انت طبيعي جدا انت بتلعب على ملعبك يبقى واحد من الاطراف او الاثنين الاطراف بتوعك هم دول بيعملوا لك الشغل خاصه ان انت بتلعب فرقه يعني نقطه الضعف بتاعتها الكرات العرضيه. فالنهارده انا شايف ان هو استغنى عن الاثنين الباكين عشان حته سيد ما يبقاش في مساحات في ظهرهم لانه عارف السرعات وعارف ان هم فرقه بتتحول بشكل كبير جدا من الدفاع الهجوم بشكل سريع جدا وعندهم ثلاثه امكانياتهم رهيبه في الحته دي. فالنهارده ممكن يكون هو يعني ثبت الاثنين الباكين في الحته دي عشان خاطر ما يبقاش فيه مشاكل عندنا في خط الدفاع لان احنا برضو خد بالك الفرقه دي يعني الاطاعي الخنيسي برضو وانيس البدري والبابلي عندهم سرعات ومهارات فانت لو سبت له مساحه ورا الباك هيروح واحد ضد واحد دايما هيتعبك جدا طبعاً. فانا شايف ان هو استغنى عن الباكين النهارده في سبيل ان هو يهاجم بالثلاثه بتوع نص ملعب يعني بالاثنين بتوع نص ملعب والثلاثه اللي موجودين على اطراف الملعب وضعها بميزه عشان يتفادى مشكله كبيره جدا خاصه انت بتلعب على ملعبك. يعني هو راجل برده خد بالك مستر كارتيرون انا شفت الماتشات كلها اللي لعبها مع النادي الاهلي هو بيعتمد على الكرات السريعه هو ما بيحبش التحضير الكتير يعني حتى النهارده بنبص على فرقه النادي الاهلي يمكن اسامه قال دلوقتي كابتن شريف قال ان انت دايما بتحضر كورتين ثلاثه وبتلعب الكره الطويله لاطراف الملعب بتاعتك في المساحات فهو راجل ما بيحبش يلعب ما بيعتمدش على الاستحواذ فبالتالي هو ممكن يكون بيستغنى النهارده او استغنى النهارده على الطرفين بتوعه في سبيل ان هو يحرر الثلاثه اللي موجودين قدام وده اللي حصل في الهدف الاول وده برده اللي حصل مع وليد سليمان في الهدف الثالث لما اتحرر وراح وساب مكانه في نص ملعب وراح على طرف الملعب وقدر ان هو يخلق لنفسه مساحه ويستغل المهارات بتاعته. فالنهارده دي برده ممكن يكون فكر جيد من كارتيرون النهارده للمباراه دي بالذات انك انت النهارده الباكين بتوعك تثبتهم وتعتمد على الثلاثه اللي موجودين تحت الفرد والاثنين الموجودين في نص ملعب. اوكي طيب قبل ما اسمع حاجه مهمه جدا في الامور الفنيه كابتن اسامه منك خلينا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا في لقاء نصف نهائي بقى يعني لان هو على شوطين الشوط الاول النصف الاول انتهى والشوط الثاني هيبقى في رادس باذن الله لسه ما وصلناش لكارت تونس ندفع الكارته وناخد البطوله ونرجع باذن الله نحتفل هنا ان شاء الله. كل الناس بتقول يا رب
يبدو ان احنا مقبلين على حلقه بكره صعبه شويه، يبدو يعني. انا راضي والترجي راضي، مالك انت يا فاضي يعني، مالك انت وبينا. اعرض له الجماهير التونسيه لما جه، اعرض له بكره الجمهور التونسي لما جه، لما قال له احنا اهلي لا مش كده يعني، اهلي والترجي كبار، مالك انت بينا يا فاضي. المشكله يا اخي، المشكله وحياه ربنا يعني حاجه تشلك تشلك يعني. في حد يطلع يقول لك ايه؟ وهنا السؤال، هنا السؤال. بكره مقبلين على حلقه من الساعه 10:30، يعني انا ساكت وبقالي اسبوع بنتكلم على المباراه النهائيه، والاسبوع اللي جاي برضه هنتكلم على اهميتها، والاهلي يكسب الترجي يكسب، يعني دول اكبر فرقتين في افريقيا في الوقت الحالي يعني. لكن بتزعلوا يعني. بكره هنسمع بشكل كويس قوي وهنتكلم بشكل تفصيلي جامد جدا، واحنا ما بنزعلش وانا ما بزعلش، ومش هقول حاجات مثلا ايه يعني بعيده عن الواقع او بعيده عن اللي اتقال، هقول الحاجات اللي اتقالت، وهنستعرض برضو الحاجات من وجهه نظرنا ووجهه نظر العالم العربي. لكن هبقى اقول برضو، هرجع اقول يعني، خلينا دايما في المباراه الثانيه، المباراه الاهم. الاهلي ما خدش البطوله لسه بدري جدا جدا جدا. هعرض لكم مفاجاه دلوقتي، حالا يا سمره، هبعت لك حاجه تقول لكم ان دي ضربه جزاء صحيحه مليار في الميه، مليار في الميه. يعني مش كل واحد دمه خفيف وظريف ولطيف هيبدا يتكلم في عبارات، احنا برضو دمنا خفيف والله العظيم، ثلاثه دمنا خفيف جدا، والناس اللي معانا دي عارفه ان دمنا خفيف جدا. فهو كل واحد هيفضل يقول لك تعليقات كده يعني، تعليقات اشبه بالتعليقات مش عايز اقول السوقيه، لكن اشبه بتعليقات اللي ما ينفعش تتقال في التلفزيون، تمام. لكن هعرض لكم ضربه جزاء وليد ازارو، بتاعت وليد ازارو صوره، خليكم بالك يعني مركزين معايا. كابتن شريف، يعني الاهلي قطع نص المشوار، الحمد لله قطع نص المشوار، لكن يبقى النص الاهم اللي هي في منصه التتويج. دلوقتي لحد دلوقتي ما فيش منصات تتويج، في نص شوط اتلعب او شوط كامل اتلعب، ويبقى الشوط الثاني تحضيرات لقاء العوده. كابتن شريف، طب قبل ما بس اسمع منك، اعرض يا عم، بصوا على ايد شمس الدين زوادي وهات النص كده يا برنس، يا كابتن سمير عكاشة عالمي، هات التيشيرت بتاع وهو مقطوع، بص ايد اليمين بتاع شمس الدين زوادي، هات النص بقى يا كابتن، اعمل اللي انت عايزه. في فرق شاسع ما بين الكاره والغضبان والحاقد. الكاره هيفضل كاره طول عمره اهي. لا، عايز شمس الدين زوادي وايده تكون واضحه قوي، بعيده شويه، دخلها لي حتى في وشي، يعني قربها من مراخيري مفيش مشكله، قربها من بقي، دخلها جوه وشي، ما عنديش مشكله خالص. كمان زوم كمان كبرها واعملها برنت. زوم كمان يا سمره، زوم كمان، وتعالى يا برنس كده، عرضت كمان التيشيرت وهو مقطوع، وهدي لك فرصتك وتألقك، عشان هيجي لك كمان يعني خالد يوسف هياخدك معاه في الاخراج، هات لي البنالتي الاول، بص ايد شمس الدين زوادي اوكي، وهات لي كمان البنالتي الاول اللي انا بعتها لك دلوقتي على طول، من صوره ما فيش اوضح من كده، لكن يبقى جمال الشريف هو جمال الشريف، مش هيفرق كتير عن الناس اللي موجوده عندنا هنا وحبايبنا اللي موجودين. بكره هنحضر لحاجه حلوه ان شاء الله. البنالتي الاول معز الدين بن شريفيه، والبنالتي الثاني شمس الدين زوادي، هات الاثنين، مش فوتوشوب ده على فكره، يعني مش فوتوشوب ده على فكره خالص، مظبوط يا دي لاين مان يا سيد لاين مان، زي ما لاين هاي يا بلال، انا هدي لك تيشيرت من بتاع كابتن شريف. شكرا يا كابتن لاين مان. هات الاثنين بقى قوي. اتفضل يا عم، ده ايد معز الدين بن شريفيه وفخد معز الدين بن شريفيه في ركبه وليد ازارو، الاثنين. لا، هات الاثنين جنب، ايوه كده، دون الاثنين بنالتي. تعالى. الا تستحون، الا تنظرون، الا تعقلون، الا تفقهون. الموضوع باختصار شديد جدا، اللي في القلب في القلب،
الله الوكيل لو جبت الايه، لو عملت ايه، لو قعدت تقول شعارات من هنا للسنه الجايه. عملت زار، لو عملت شعار عملت زار. مش ممكن هو هيطلع هيقول لك كذا وكذا وكذا. يعني بكره هنحضر لحاجه حلوه، 10 ونص هنحضر لحاجه حلوه. هو الاهلي بس عنده شويه حاجات في النهايه، حاجات بسيطه كده، نهايه افريقيا وبعدين يعني هيخلصها ويرجع لكم في الدوري المحلي. هيرجع لكم. عايزك تعرض المشجع التونسي الجميل نزل على التواصل كله وهو نادم الطياره وبيقول بيبلغ رساله بكره بقى ان شاء الله. اه والنبي تعرضه بكره. انا قلت واضح ان سيد ما حضر عامل كوكبه بكره من بكره حاجات دي حاجه مش عايز يحرقها. بس عايز اقول لك على حاجه، الحمد لله على اللي احنا فيه النهارده ده. الفرقه دي انت هتروح تلعبها، انت رحت باربع خمس كور هنا رعبتهم هنا، مش قادرين يقفوا، مش قادرين بيشدوك بيمنعوك بيعملوا لك كل اللي انت حالة الرعشة بتاعتهم والرعب منك. أكيد هتطور لعبك كله، والتحضيرات اللي هيعملها كارديرون والجهاز الفني محمد يوسف خلاص قرى الفرقة دي قد إيه. أنت لما بتضغط عليهم هنا أو في أي حتة بتفقد نص، كل لاعب بيفقد نص لعبه. الأسلوب اللي بيلعبوا بيه والتحركات كويسة جدا، إنما في تنفيذها أنت عندك رجالة برضو بيقابلوا التحركات ده، رجالة ولاعيبة ليهم تمن، ما بيش أي حد يقدر يعدي من لاعب النادي الأهلي، مش اي حد يقدر يخلي اللعيب يوصل للمرمى بسهوله. انت على فترات ممكن توصل مره واثنين وثلاثه، لما انت عندك برضو من الشيء انك انت تقدر تقرا الفرقه اللي قدامك، وانت يكون عندك اللعيبه بتاعتك اللي هي مفاتيح بقى، يمكن يجوز يغير فكره كارديرون ويلعب مهاجم هناك. انما انا عارف ان هو ما اعتقدش يا كابتن ما اعتقدش، انما هو ممكن يحط يدعم صف لاعب يعمل الزياده العدديه زي مسؤوليه كده اخترق، يمكن يفتح عليه يديله سكه يوريه ثغرات حصلت في المباراه النهارده. احنا نقدر نشوف قد ايه النادي الاهلي يقدر يحتفظ بهدف واحد. وليد سليمان ممكن يعيد ويقول ويصول ويقول ويعيد ويشوط ويعمل عرضيات وضربات جزاء وضربات ثابته. عندنا الامكانيات وعندنا المفاتيح. بس عارف احنا نبقى لينا وجود في هذه المباراه. عارف يا كابتن، يعني انا ليا وجهه نظر في مباراه المباراه اللي جايه، ان وليد سليمان يلعب على طرف من اطراف الملعب، ما يلعبش من القلب. يعني انت ده فكر عالي ده فكر عالي كبير قوي، انت بتبعده عن الضرب والحاجات دي يعني انا مثلا بس خلي بالك هو ما بيغيرش اسلوب لعبه، يعني كالتيرون من اول مشوار البطوله صلاح محسن رقم 10 يعني. لا بس خد بالك يا سيد، انت المباراه اللي جايه انت محتاج، مش محتاج غير السرعات بس فيها، مش محتاج استحواذ، مش محتاج ان انت مثلا تمسك كره في نص الملعب والله، يعني ممكن تلعب بثلاثه بقى بالظبط ثلاثه، وعايز يا كابتن تلعب وليد سليمان عنده السرعه اللي ممكن يخترق بيها في اي وقت. انت كمان يعني هتبقى بس محتاج انك تقطع الكره في نص الملعب وتلعب الكرات الطوليه، وهو ده طريق، وهو ده ستايل لعب مستر كارتيرون يعني تمام. فانا بشوف ان وليد سليمان من الارجح ومن الافضل انه يلعب على طرف من اطراف الملعب يا كابتن، هتلاقيه بيوصل الجون بسرعه جدا، هتلاقيه كمان بيعمل عمليه التحول السريع من الدفاع للهجوم بشكل سريع جدا، هتلاقينا بنوصل كتير جدا والمباراه هجوميه هتتسهل علينا، ده من وجهه نظري يعني. حاجه ثانيه يا كابتن برضو المهمه، انت قدرت تقفل على الفرقه بعد مباراه الوصل لمباراه الترجي، مفيش اي بقى اعلام اي صحافه، قفلت على الفرقه في معسكر برج العرب يا كابتن شريف، محدش دخل الخصوصيه بتاعت اللعيبه دي، قدرت تقفل على التمرين. عندنا حاجه تقفل على اللعيبه؟ لا ده في حاجه ثانيه مهمه، عندنا ماتشات لا انت النهارده كابتن شريف يا كابتن سيد كنت مريت بالظروف دي. لا لا احنا مدير كوره ماتشات الاسبوع ده خالص بتلاسل. لا 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 فيش لا ده انا بتكلم في حاجه ثانيه تكمله الكلام. انت النهارده لما تسافر تونس عندك في بعثات راح تتفرج على الفريق هناك، لازم تقفل على الفريق بتاعك كويس، ما ينفعش النهارده الجماهير راح تشجع. طبعا الجماهير اللي راح تشجع ما ينفعش تبقى فندق الاقامه، لازم اللعيبه تبقى معزوله في فندق اقامه لوحدها مع الجهاز الفني، الجماهير كلها في اقامه تانية خالص، عشان اقدر اعزل اللعيبه وهيئ لها الجو، هيئ لها التركيز. صح. النهارده يعني شفنا كابتن محمود خطيب كان مع الفريق مع البعثه في برج العرب، ان شاء الله هيكون موجود هناك في تونس قبلها بثلاث ايام. هيسافروا قبلها ثلاث ايام، تبقى الاجواء مناسبه للعيبه. برضو لما تلاقي جماهير في الفندق الاقامه بيبقى في كلام وفي تشجيع وفي رغي شويه، ابعد بقى اللعيبه عن الكلام ده كله، ده مهم جدا يعني بدايه من التمرين حتى في مصر، وبدايه ان شاء الله في الثلاث ايام اللي هيبقوا او اليومين قبل مباراه. عندي سؤال ختامي. هي ليه التغييرات قليله قوي؟ يعني الترجي غير تغييره واحده بس، طه ياسين الخنيسي طلع ونزل بلال المجد، وطلع في الاهلي احمد حمود ونزل ميدو جابر، وكان احمد فتحي طلع بتغيير اضطراري ونزل مكانه محمد هاني. هو كان مدهوش اصله المدرب بتاع تونس. لا النهارده لو هيثم الجويني عنده كان اعتمد عليه النهارده، بس هو عشان مصاب. الحاجه الثانيه التغييره بتاعت صلاح محسن احنا اتكلمنا عنها،
كارتيرون ما كانش يقدر يعملها، ان هو في معظم الوقت ما كانش عنده نص الملعب متملكه، فلو لعب بيه كان هيفقد نص الملعب اكتر. فعشان كده ما غيرش صلاح محسن. مين البديل انت عايز تطلع ايمن اشرف وتنزل صبر الرحيل؟ هتنزل مين؟ ما خلاص لا هي تنزل صلاح محسن. لا ممكن صلاح محسن، صلاح محسن اللي دايما بالنادي بيها النهارده لو نزلته هتفقد ميدو جامد اقوى في الحته يعني كانت هتبقى صعبه على ان هو ينزل صلاح محسن. هيشيل بقى زارو. لا كمان يا كابتن في توقيت انت كمان بتلاعب فرقه برضو هم اوريدي كمان الاربعه اللي ورا ثابتين، دي رقم واحد. رقم اثنين هم كمان ابتدوا يلعبوا على الكرات الطوليه على اطراف الملعب، يعني انت كمان عندك حته القلق شويه انك تفتح ملعبك، ما انت هتنزله على حساب يا اما وليد ازارو اللي انت بالنسبه لك شايف ان هو فايق وهو محطه بالنسبه لك. خد بالك برضو وليد عنده قوه جسمانيه، ممكن صلاح محسن عنده سرعه وعنده مهاره لكنه بيلعب على طرف من اطراف الملعب، لكن وليد لعيب قلب بيلعب في قلب الملعب، فانت ما تقدرش تستغنى باي شكل من الاشكال عن اللعيب اللي بيلعب في قلب الملعب رقم 9 بالنسبه لك. لاحظت يا بيه النهارده لاحظت هم النهارده بيهاجموا علينا منين؟ من الحته اللي هي ورا احمد فتحي. من طرف الملعب، من طرف الملعب بالظبط. عند يوسف الخنيسي الراجل بيخش لجوه والخنيسي بيطلع لبره وبتتلعب له وبيحصل الوان تول ناحيه الشمال بتاعتك للتحضير للعرضيات. صح. فدي اكيد هنشوفها هناك، دي من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها ان شاء الله ونشوف. طبعا اما بالنسبه للفرقه الثانيه كابتن شريف اعتقد يعني ان هو الراجل عارف الحيره ان هو ما بين هفتح التيم بتاعي فيدخل فيه هدف رابع ثاني ولا خلاص هستنى على كده وهلعب بنفس طريقه اللعب واحاول ان انا اخطف باللعيبه اللي موجوده قدام. برضو خد بالك دي عمليه تحير، هو حاول يخلص الماتش هنا ما قدرش. طيب لكن صعب يمكن انا برضو اروح اللي قاله بلال ان هو ما حبش يدفع حتى بصلاح محسن على اساس ان اسلام محارب عنده الحته الدفاعيه شويه مالي نص الملعب، يعني خاف ينزل صلاح محسن يفقد نص الملعب او يبقى في مساحه في نص الملعب فتعمل له قلق او تعمل له وصلاح محسن مشكلة في من اللعيبه اللي هي هتتاقلم بسرعه كابتن سيد في زيتين ثلاثه، يعني في زيتين ثلاثه ده هو لعيب عايز يبحث عن هدف. صح. احنا عايزين اللعيب يحفل عن تامين وبيلعب طرف ملعب وزياده عدديه. يا كابتن بيلعب طرف اكتر منه بيلعب يعني هو مش مان تارجت برده صلاح محسن، يعني مش ده اللعيب رقم 9 من وجهه نظر، يعني هيبقى صعب لما تيجي تقارنه ما بين القوى الجسمانيه بتاعت وليد ازارو هيبقى الموضوع بالظبط هيبقى الموضوع صعب شويه. وليد ازارو شكل مختلف خالص. طيب حتى في الجانب الاخر مثلا معين الشعباني الراجل ما دفعش غير بتغييره في الدقيقه 79، يعني اللي هو بلال المجيري وبدل طه ياسين الخنيسي. معنى كده انا برضه حته يعني ان الناس عارف الثقه مش موجوده في البودلاء قوي هنا او هنا يعني. والان برضه قلقان شويه. الان برضه في لعيبه جالها شد وفي لعيبه وقعت في الارض اختلفت معاه الامور بقى مش عارف يتصرف ازاي الحقيقه. طيب اوكي كابتن شريف دبسنا بس يلا مفيش مشكله. انت ايه بتطلع الحاجات دي ازاي؟ دي اللي امال انت فاكر ايه؟ صندوق الدنيا النهارده صندوق الدنيا طلباتك كلها مجابه يا كابتن شريف. خلينا الكابتن احمد بلال حبيبي عشان ابصك. يلا يا بلال اسحب لنا واحده اسحب اثنين كل واحد يسحب اثنين لانهم ست تيشيرتات. بسم الله الرحمن الرحيم واقراهم على طول. ده احمد حمدي اول واحد. دول اللي توقعوا خلي بالكم بس النتيجه صحيحه. في طبعا رسائل بالجمله يعني بالالاف لكن في النهايه دول اللي توقعوا النتيجه صحيحه بس. حوالي 5 اول اسلام ميدو الكاميرا بقى عشان اسلام ميدو عشان برضه طب تواصلوا معاه بقى ازاي بقى يا جماعه بس اسلام ما حدش يقول ان احنا في ثبتها انت بس ايوه هتقرب اسلام ميدو تمام ده رقم واحد يعني اوكي اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم وده عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد قرب بقى تاني عشان 100 اللي بعده تمام كده بعد بقى ادي بقى الكابتن اسامه حسني خلي دول على جنب اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن خد يا كابتن سيد امسك اول اسمين اكتبوا الاسماء دي يا رجاله بعد اذنكم انا هكتبها لكم كده بره عشان ايه علاء ابو ايه ابو ايه ابو جنه ابو جنه علاء ابو جنه زكي علاء ابو جنه علاء ابو جنه زكي ماشي ابو حنه ولا ابو جنه ابو حنه ابو جنه زكي ابو جنه احمد صبحي نوار احمد صبحي نوار مبروك ادي دول عند سيد ادي سيد ادي شريف شريف وصل سيد وصل عندك علاء ابو جنه وايه تاني يا كابتن دي هو مين الرابع يا كابتن اسامه هقول لك لحظه احمد صبحي نوار احمد صبحي نوار احمد صبحي نوار ها كابتن شريف بقى طلع اثنين اهو انا طلع اثنين وخلاص والله انا لو عليا اطلعهم كلهم والله ما انت الراعي الرسمي النهارده طبعا امير يا كابتن امير يا عم حسام حسام مراد تعرف ان انت حبيبي مين يا كابتن اسمه ايه؟ حسام مراد حسام مراد مين اللي هيتواصل معاهم؟ انت؟ احمد رشاد كعب الدين اذا احمد رشاد رشاد الدين رشاد عايز واحده لنفسه ها اوكي
محمد عيد مراد. عيد يا سلام يا عيد طالع عاملها بدماغك ليله عيد يا عيد مين يا كابتن؟ محمد عيد عيد محمد عيد عيد طيب شكرا يا ابو الكباتن هات بعد اذنك الكاس ده يعني عشان ايه بنشرب فيه ميه الكاس ده عوده الكاس ده عوده صحيح طيب عايز اقول لكم يعني السته مره ثانيه بقى اسلام ميدو عبد الرحمن عبد الحميد وعلاء ابو جنى وابو جنه واحمد صبحي نوار وحسام مراد ومحمد عيد عيد اسلام ميدو عبد الرحمن عبد الحميد علاء ابو جنى واحمد صلاح نوار واحمد صبحي نوار اسف وحسام مراد ومحمد عيد عيد زميلنا احمد رشاد هيتواصل معاكم من خلال التليفونات باذن الله وشوفوا هتيجوا امتى وتشرفونا هنا في ملعب الاهلي ست تيشيرتات كنا عاملين ثلاثه لكن كابتن شريف كريم جدا فعملهم سته لكن في لقاء العوده ان شاء الله الرحمن هنحاول نخليها 10 بقى انا والله العشر ديهم كلهم انا تحت امركم ربنا يخليك عشان نتواصل مع بعض وتبقى عمليه لطيفه باذن الله يبقى العدد اكبر ولو الكاس طبعا خدناه ان شاء الله النتيجه صح كل اللي قاله صح ان شاء الله هيبقى تيشيرتات حاضره وموجوده نحاول يبقى الثلاثه يا محمود لو سمحت نحاول الثلاث يبقى في فرصه الناس تيجي يعني يبقى نحاول الثلاث باذن الله يتواصل معاكم ومن خلال ملعب الاهلي هنا باذن الله تعالى هيبقى يوم الثلاث طيب خبر سار طبعا يمكن محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن بيقول ان التعامل من خلال تويتاية ليه بيقول التعامل التجارية صعب في الحسابات التجارية صعب التعامل معها عاطفيا بمناسبة نتيجة اليوم الاهلي فوزوا على الترجي 3-1 الف جنيه من حسابي الشخصي في برزنتيشن دعم لكل مشجع هيسافر تونس حتى اللي دفعوا كمان معلش ببوظ لكم شغلكم يا رجالة برزنتيشن الراجل متبرع بألف جنيه لكل واحد هيسافر تونس حتى اللي دفع هيسترد 1000 جنيه ما شاء الله اوكي يعني احنا كنا عايزين انت نعمل من دماغه انت بقى انا عايز اقول لهم كمان عايزين نعمل الاستوديو ده في تونس ان شاء الله عشان ناخد ال 1000 جنيه لا عشان ناخد ال 1000 جنيه انا عايز ال 1000 جنيه لا محمد انا هدفع ال 1000 جنيه اتفرج هناك نعمل الاستوديو من تونس وانا الحالات اللي زي دي خلي بالك ما بطلعش تونس اقل من 20 جنيه احنا جروب مع بعض كده وتيشيرتاتنا واكلنا وشربنا و1000 جنيه من محمد واحنا برضه احنا موافقين عليه بصراحه النهارده عمل اجواء حلوه في استاد برج العرب بحيي برزنتيشن بصراحه على كمان الممر العالمي يليق بالنادي الاهلي ويليق ببرزنتيشن الكبير كبير دي قيمتنا القيمه بتاعت النادي الاهلي دي قيمته في كل مكان وعبر كل الازمنه بكره ان شاء الله الرحمن 10:30 استنونا حلقه هتبقى دسمه جدا 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 هنعود للاجواء المحليه الحمد لله وتبقى الافلام القديمه اللي بتدي عبر هنستخدم منها بعض العبارات بالتاكيد بشويش كابتن شريف بالراحه بشويش تخو بس ما تعوروش تخو بس ما تعوروش بكره عايزه كده ايه لا وانت اعصابك هادي انت معاك 3-1 انا بقول له تخو بس ما تعوروش يا كابتن هو فاقد الشيء يا كابتن لا يعطيه معلش نعم حقك عليا انا ده شغل برزنتيشن لاعظم نادي في الكون نادي الاهلي تكمل على خير يا رب رأي. حاجه محترمه جدا ما هيعمل ايه لما ناخد الكاس باذن الله ان شاء الله باذن الله مطلعين خمس رحلات لتونس ان شاء الله يعني لما نكسب باذن الله هيبقى حاجه خلي بالكم الاهلي برضو على فكره كابتن حاتم الحاجات اللي هي متسميه يعني متسميه هي غرف المقصوره غرف فانت كل واحده باسم واحد من النجوم كابتن حسن حمدي كابتن صالح سليم كابتن رفعت الفناجيلي ما نسوش كابتن محمد عبد الوهاب يعني كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه كابتن سابت البطل رفعت الفناجيلي ومختار التتش كابتن سيد كنا عايزين العزاء واجب برضو الكابتن حسن حمدي في حماه خدت بالك والله ما اعرفش ان شاء الله يوم الثلاث ما اعرفش عمر مكرم بقاء لله طبعا بقاء لله كابتن سابت البطل اكيد طبعا بقاء لله بقاء لله طيب كابتن شريف شرفتنا ونورتنا والف مبروك دايما كده مع بعض الله يبارك لك ويبارك في النادي الاهلي اللي بيفرح مصر كلها وصاحب البهجه كلها يا رب دايما كابتن بلال شرفتنا والف مبروك ربنا يخليك كابتن سيد الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي كان الداعم رقم واحد النهارده في المباراه وانا شايفه من اهم الاسباب النهارده لفوز النادي الاهلي مبروك طبعا ان شاء الله يتوج النادي الاهلي باذن الله تعالى يوم الجمعه الجايه بمشيئه الله تعالى في رادس باذن الله ان شاء الله كابتن اسامه مبروك الله يبارك فيك يا كابتن سيد كنت سعيد ان انا موجود معاكم النهارده والحمد لله الجماهير اللي راحت النهارده برج العرب يعني رجعت فرحانه وكل الاهلاويه فرحين النهارده وعقبال ان شاء الله يعني ما نشيل الكاس في تونس ان شاء الله ان شاء الله الرحمن تتفقوا معايا ان نجم اللقاء الاول هو الجمهور طبعا هو خروج عن النص هو الداعم النهارده الاساسي رقم واحد في طبعا. المباراه وهو الحمد لله اللي وصلنا النتيجه 3-1 النهارده هو جمهور نادي الاهلي اوكي معتدين على الاجواء اللي موجوده في تونس كل التحيه والتقدير لفرقه الترجي التونسي مهما كانت
الأسباب أو مهما كانت النتائج، لكن برضو يعني كلمة في أذن كابتن معين الشعباني، أرجوك يعني دايما في اللقاءات الفنية واللقاءات التاريخية اللي تجمع الكبيرين الأهلي والترجي بلاش نخرج في حتة الاستقبال أو المعاملة، لأن ده مش صحيح بالمرة. لكم منا كل التقدير والتحية. النتيجة أيا كانت هنا في مصر أو أيا كانت في تونس، فألف مبروك للي كسبان. الحاجة التانية واللي بأكد عليها، طلبي من هنا من مقعدي هذا وملعب الأهلي، بجدد الطلب للاتحاد الأفريقي، أرجو في اختيار الحكم اللي هيقوم أو هيبقى تستند إليه مهمة اللقاء الختامي النهائي في أقوى بطولات إفريقيا على الإطلاق دوري أبطال إفريقيا، يكون على قدر كبير جدا 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 من الشخصية القوية اللي موجودة في ملعب اللقاء، ملعب رادس. سمعنا لكلام كارتيرون، سمعنا لكلام محمد يوسف، وسمعنا لكلام نجومنا بشكل قاطع على اللقاء اللي نصه انتهى والنص الثاني هناك في تونس. اوعى تفتكروا ان النهائي خلص، اوعى تفتكروا ان الكاس وصل الاهلي، لسه لحد دلوقتي الكاس ما دخلش دولاب الاهلي، لكن قريب جدا 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 بشخصيه اللعيبه، بطريقه تفكيرهم، باسلوبهم، بتاريخهم، بخبراتهم، برجالتنا ان شاء الرحمن نرجع من الكاس من تونس. بكره 10:30 هنرجع للاجواء المحليه.